أهلاً ومرحباً بكم في صالون المانيون الثقافي رقم 620. حابب أستهل صالون النهاردة بجملة أو عبارة أثارت جدلاً كبيراً واسعاً في عام أو قرابة عام 1926، وهي وردت في كتاب لطه حسين، كتاب شهير جداً، واحد من أشهر أعماله الجدلية المثيرة للجدل، يعني كتاب في الشعر الجاهلي، وأعتقد حضراتكم يعني تعرفوا الكتاب. العبارة الشهيرة واللي أعتقد أنه تم حذفها بعد كده في الطبعة الثانية لما أثارته من جدل كانت بتقول الآتي: للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، وللقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة وفي القرآن لا يثبت أو ليس كافيا لإثبات وجودهما التاريخي. حابب أذكر الجزء الأخير مرة تانية لأنه ملفت للانتباه، وهي فكرة أنه طه حسين ما كانش بينكر أو بيقول بما أن تم ذكرهما حصرا في التوراة والإنجيل معناهما أنهما غير موجودان في الواقع، هو لا يقول هذا، هو يقول لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي. طب لو طرحنا سؤال هنا، ما الذي يثبت وجود أي شخص أو أي شيء أو أي حدث تاريخيا؟ هنلاقي ان اللي جاوبنا على ده علم مختلف تماما عن الاساطير وعن الاديان وعن القصص وعن الحكايات والاخبار، وهو علم الاثار. الاثار او الاثر هو الشيء اللي موجود خلف او عقب وجود حدث او شخص او موقف معين. الاثار اللي موجوده، يعني انا بشوف اثار لمسير حيوان معين فبعرف ان في انسان او مسير كائن او دابه عدت من المكان ده وبالتالي تركت اثر. ومن هنا الفكرة العامة لأثار الإنسان وأثار الشخصيات التاريخية والأحداث الكبيرة الهامة والحضارات في الماضي السحيق، فكرة إن إحنا بنقتفي أو نتتبع أثار نستدل بها على وجود أشخاص أو أحداث في التاريخ. إنما علم الأديان عموما وعلم الأساطير عموما، والأساطير ليست كلمة سيئة، هو ده التعريف أو توصيف الأدق علميا لها، علم الأركيولوجي شيء وعلم الميثولوجي شيء آخر. بقى علم الميثولوجي بيبحث في قصة أو حدوتة بيحكيها، ما بيقولش أي أثر تاريخية عليها، وبالتالي غير كافي لإثبات إنه هناك الموقف ده تم أو حدث أو الشخص ده كان موجود بالفعل، وبالتالي كلام طه حسين ينطبق على القصة دي. طيب ايه اللي ممكن نتكلم عنه كفكرة في مصادر المعرفة، او ايه اللي ممكن نستدل بيه او نعرف بيه؟ هي مصادر المعرفة كتير، مش بننكر على الميثولوجيا ان هي مصدر من مصادر المعرفة، ولكن معرفة خبرية لا تفيد القطع بوجود او غير كافية لإثبات وجود المواقف والأحداث التاريخية بشكل قطعي، ولكن مجرد معرفة غير ثابتة او غير مؤكدة. طيب الفكرة اللي حابين بس نتكلم فيها قبل ما ننتقل من الجزئية دي هي ان احنا هنا في علمانيون مدى خطورة الموضوع ده بالنسبة للعلمانيون ايه، او اللي ممكن يدعي علمانيون ان هم يناقشوا فيه. لانه السؤال البديهي والواقعي انه علمانيون انتم مفروض ناس علمانية تهتم بدولة حديثة، دولة مدنية، وعلى الواقع المعاصر الذي نعيشه، مالكم ومال الانبياء وفي الميثولوجي وموجودين ولا مش موجودين تاريخيا والاركيولوجي والكلام ده. الحقيقة ان الموضوع ده مبحث شائك ومهم وضروري جدا النقاش فيه وتسليط الضوء عليه، لانه التزام الاخرين او التزام الكثير من الناس، مش عايزين نقول كلمة اخرين، التزام الكثير من الناس المؤمنين بالميثولوجيا المعينة اللي بتقول القضية الفلانية او كذا او كذا او كذا، نسبة ارض معينة، او ادعاء وجود اشخاص قاموا ببناء حضارة ما في ارض ما وما الى ذلك، ده بيؤثر في الواقع اللي احنا عايشينه النهاردة. يعني لما لقى ان في ناس لا بأس بهم، عدد لا بأس به من المسلمين يعتقد بوجود بني إسرائيل في مصر، وطبعا بني إسرائيل نفسهم يؤمنون ويصدقون 100% ان هم كانوا لهم وجود في مصر، وبالتالي يبدأوا ينسبوا لنفسهم أثر في الحضارة المصرية القديمة، ويبدأوا ينسبوا لنفسهم ما هو أدهى من ذلك، بناء الأهرامات. فنكتشف ان حضارتنا بتستلب مننا أهرامات بنيناها احنا بإيدينا كمصريين، وعندنا أدلة أركيولوجية على ده. نلاقي ان في ناس معاها ميثولوجي، معاها أسطورة، بتنسب لنفسها بناء الأهرامات بناء على الأسطورة بتاعتها، وبالتالي هنا وجب ان احنا نقعد نحط بقى ونفند ونحط الميثولوجي ونحط الأسطورة السردية الدينية بغض النظر وردت في التوراة وردت في القرآن او الى اخره، ونحط الأدلة بقى والوقائع الأركيولوجية الأدلة الأثرية بقى بعد ما نروح ونفند ونعرف بقى هل التيه اللي حصل في 40 سنة في صحراء سيناء ولا بناء الأهرامات كان على إيد مين وإلى آخره من الأحداث، علشان نوصل لمعرفة مؤكدة، أو حتى نقدر نقول معرفة أكثر موثوقية نقدر نعتمد ونثق فيها أكثر بكتير قوي من المعارف اللي وردتنا عن طريق الأخبار والقصص.
معانا النهارده ضيف الصالون، ضيف متميز جدا، الاستاذ الباحث في علم الانثروبولوجي وعضو اتحاد الاثريين المصريين استاذ ماجد الحداد. بدعو حضراتكم للترحيب بيه. اهلا وسهلا بالجمع الكريم، ويسعدني دايما اللي احنا نتقابله في نفس المكان، تقريبا معادنا تقريبا كل شهر يعني، فاتمنى يا رب دايما يكون جمعنا ده في شيء طبعا دايما مفيد لينا ولعقولنا وتنوير انفسنا عشان نقدر ننور الاجيال اللي جايه بعدينا، اللي للاسف هتلاقي تخبط شديد جدا 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 في كل الايديولوجيات والتصريحات المتنازع عليها. موضوع النهاردة المحاضرة كان اللي هي الأنبياء بين الميثولوجيا والأركيولوجيا، ده عنوان المحاضرة أو الندوة. هو طبعا الميثولوجيا زي ما احنا متفقين هو معناها علم الأساطير، ويتبادر لذهن البعض أن معنى كلمة أسطورة هي خرافة. طبعا هذا التعريف غير صحيح بالمرة، الكل خرافة بالضرورة تكون أسطورة، ولكن ليست كل أسطورة بالضرورة تكون خرافة. بمعنى أن الأسطورة هو شيء حكاية محكية أو اختراع علاقات بين عناصر معينة، سواء لأشخاص أو لأفكار أو لكلمات أو حتى رموز منطقية ورياضية تتم سطرها حتى الأجيال اللي بعد كده يقدروا أمرر ليهم المعلومة من خلال تلك الحكاية أو من خلال تلك المعادلة أو حتى النظرية الفلسفية، بشيلها بشكل معين تكون لها رمز بشكل اخر عشان خاطر الجيل اللي بعده يعرف يقرا ويترجم ويفك تلك الرموز. يعني حتى الكتابه اللي احنا بنكتبها دي اسطوره، اي حاجه انت بتدونها دي اسطوره، إيه بعد كده يجي الاجيال اللي بعد كده تقراها وتفهم احنا كان قصدنا ايه، بناء على ان تكوين الحروف بتشكيل معين بتدي رمز، احنا بنشوفه بتدي رمز جوه الذهن احنا متفقين عليه. حرف الالف لما بنشوفه خلاص عرفناه، الاي اي حد بيشوفها بيعرف ان هي ايه. هو ده بس يعني بحاول ان نبسط معنى كلمه الاسطوره، ليست كما يتوقعه الناس ان هي خرافه يعني. والاركيولوجيا هو علم الاثار، ده مش محتاج طبعا، ليه اليات معينه معروفه هنعرفها مع بعض دلوقتي. كما قال الاخ الفاضل على ما قاله طه حسين في ان الروايات الدينيه الموجوده في الكتب المقدسه اللي هي التوراه طبعا والانجيل والقران، هل هي ملزمة تاريخيا انها وقعت بالفعل؟ الحقيقة هو زي ما قال هي ليست ملزمة تاريخيا. ليه؟ لانه بيقيس بناء على العلم وليس بناء على الايمان، وهي دي يمكن الموضوع اللي اثار ضجة يعني في خلال الاسبوعين اللي فاتوا. كان دكتور زي حواس طبعا كلنا عارفينه يعني، راجل متخصص في الاثار، طلع بتصريح وكان تصريح قديم على فكرة مش جديد، هم احيوه بس من اول جديد، يعني ان لا يوجد اي اثر للانبياء الإبراهيميين الذين نعرفهم ونؤمن بهم في الكتب المقدسة في الأثر في مصر نهائيا. والناس طلعت طبعا يعني هجموه واتهموه بحاجات ملهاش لازمة وكفر والكلام ده. الحقيقة أنا مستغرب إن هو طبعا وكان الرجل يعني كان مخفف مع الجمهور على فكرة، تصريحه ده اللي صدم الناس، تصريح مخفف لأنه قال في مصر بس، لكن الحقيقة الأثرية بتقول إن الموضوع كمان خارج مصر، وهنشوف ده إزاي. اللي خلانا بقى يعني نتكلم في الموضوع ده عشان الإثارة، ليه؟ احنا عندنا أزمة كبيرة جدا جوه العقل الاجتماعي أو العقل المجتمعي الشرق أوسطي بشكل عام، وحتى عندنا هنا في مصر، هو خلط منهجين في بعض، بنحط الزيت على المية أو بنحاول نعملها بأي طريقة وبشكل فج جدا، بل بشكل فيه يعني عنف، اللي هو ايه؟ إدخال المنهج الديني داخل المنهج العلمي، إقحام الدين داخل العلم، لكننا عمرنا ما شفنا ان العلم بيقحم نفسه داخل الدين. مفيش علم يقحم نفسه الا في حاله واحده طبعا، اللي هي لما بندرس انثروبولوجيا الاديان او في مقارنه الاديان. والانثروبولوجيا زي ما احنا عارفين، عشان بس نبقى متفقين على مصطلحات قبل ما نبدا المحاضره وسردها، لازم نكون نضبط المصطلحات مع بعض عشان نفهم انا اقصد ايه من كل كلمه او اي حد يقصد ايه. هو الانثروبولوجيا هو علم الانسان بيدرس كل الانتاج الحضاري اللي عمله الانسان في كل مناحي الحياه بلا استثناء، بل بيدرس الانسان نفسه كمان تكوينيا وتشريحيا، ازاي اتطور الاجناس الاعراق، بيدرس الهندسه الوراثيه بتاعتهم، بيدرس البيئه اللي موجوده فيهم، العلوم،
الأديان والثقافات والفنون، كل ما يمت للإنسان بصلة ما يتخيل في بالك. الأنثروبولوجيا ليها فرع بتدرسه، فبالتالي بتحتاج لكل العلوم عشان تقدر يقدر يوصل للي يعني ما يقدرش يعمل حاجة لوحده. أنا محتاج العلم الأثار ومحتاج للطب ومحتاج للفيزياء ومحتاج للكيمياء عشان أفهم أجزاء معينة من الإنسان. فالأثار هي جزء من الأنثروبولوجيا، لان احنا بندرس احنا يعني الانسان بدا حياته كانت بدات ازاي وكان بيتعايش بيها ازاي وتطور ازاي، ومن خلال الاثار اقدر افهم الواقع اللي انا عايش فيه دلوقتي حاليا من خلال التقاليد والسلوك والافكار والاديان. هل كان ليها اصول قبل كده ولا في حاجات جديده دخلت عليا ثقافيا من بره مش مناسبه ليا وعامله لي مشاكل؟ فاعرف يعني اعرف افرق كويس جدا ما بين الثقافة الاصلية بتاعتي اللي تناسبني تناسب ظروفي تناسب مجتمعي وبيئتي، وبين الحاجات الداخلة اللي انا ما اقدرش اتأقلم معاها عاملة لي مشاكل تعمل لي مشاكل جوه المجتمع. فبالتالي الاثار مهمة جدا في الجزء الانثروبولوجي ده، ده مبدئيا. تاني حاجة عاوزين في مصطلح معين ممكن نستخدمه كمان يعني جوه كتير، اللي هو كلمة النتر او نترو بالجمع. كلمة نتر باللغة المصرية القديمة تترجم خطأ بإله أو معبود، هو ليس إله ولا معبود، هو المعنى يعني المنضبط بالضبط هو أحد التجليات القوى العظمى للكون في هيئة مجسدة. لما المصري القديم لما بيقول إنه هو بيقدس حتحور بيقدس حورس بيقدس أزير، وليس معنى ذلك يعبده ولكنه يقدس المعنى الظاهر للقوة الخفية التي خلقت الكون التي لا يراها ولا يمكن تسميتها، اللي احنا بنعتبره دلوقتي طبعا الله او الخالق العظيم. يعني ده المصري كان بيعتقد في كده. فكل ما تسمى الآلهة هي مجرد تجسدات للقوة العظمى او القوة الكونية اللي بتطلع عن او تنبثق وتفيض من الإله الأصلي. تمام. اول حاجة لازم نفرق في المنهج البحثي. طالما بعض الناس زي ما احنا شفناهم بيحاولوا يقحموا الدين داخل العلم اللي هو ليه ادوات مختلفة تماما عن الدين، فللأسف الشديد بيحصل حاجة من الاثنين. اما بيحاولوا يعملوا نوع من انواع التزييف للأثر الحقيقي اللي موجود، وده بناء على عدم علم ووعي منهم وعدم دراسة لعلم الأثار، لان الأثار ليها منهج معين لازم الانسان يعني او لازم الباحث يمشي عليه. اول حاجه احنا مش بنطلع الاثر ده بنقول هو بتاع مين على طول، مش بالسهل كده، ده عاوز شغل كتير. اول حاجه لازم نعرف هو طلع منين عشان نعرف البيئه اللي هو كان موجود فيها، المكان او الشعوب المستوطنه في هذا المكان اللي ثابت الاثر مين دول، ده هيقرب لي. ده اول حاجه. تاني حاجه لو كان عليه كتابه يعني اثر فيه عليه كتابه مخطوطه او جداريه او حاجه مش مجرد تمثال بس، كتابه بنقرا الكتابه دي ونترجمها. من خلال الكتابه دي نقدر نعرف برضو هي لمين، اما الاسم الشخص مذكور بشكل مباشر او بيحكي قصه حدثت لاشخاص معينين احنا عندنا خلفيه عنهم قبل كده وشفنا اثرهم قبل كده. ده برضو جانب من الجوانب المهمه جدا نقدر نعرف بيها الاثر. ما قدرناش نعرف كل ده من خلال طراز الفن. يعني كل عصر وكل دوله وكل شعب ليه طراز معين في النحت وفي الفن بنقدر نميزه كويس جدا عن التاني، ده حتى جوه الحضاره الواحده نفسها. يعني في مصر القديمه كنا يعني نقدر نميزه كويس قوي بين منتجات الدوله القديمه اللي هي عصر بنات الاهرام ومنتجات وفنون الدوله الوسطى وفنون الدوله الحديثه اللي هو من اول طبعا بعد تحرير الهكسوس على يد الملك احمس، ومنتجات كمان العصر المتاخر والبطلمي والروماني الى اخره. فمن خلال الفن والاسلوب نقدر نعرف ده راجع لمين حتى من غير ما نقرا اللي مكتوب. الحاجات طبعا تفاصيل كتيره جدا، كمان نوع الحجر المستخدم والمحاجر اللي بيجيبوه منها. يعني مثلا المصري دايما بيستخدم الجرانيت البازلت، اول ما تلاقي رخام ابيض تعرف ان يوناني، خلاص عرفنا. نادر مفيش مصري يستخدم رخام، ومن النادر جدا يعني انك ممكن تتصادف ان واحد بطلمي او واحد يوناني يستخدم مثلا جرانيت او بازلت هكذا. فمن خلال التفاصيل الصغيره دي اللي اتدرست بدقه وعلماء قضوا عشرات السنين، يعني العلم قديم اصلا يعني لكنه كل يوم بيتطور، فمش بالسهوله جدا ان احنا نطلع معلومه كده غير لما نكون متوثقين منها 100%. ولو طلعت معلومه خطا
تم تمريرها بشكل يعني غير مقصود بشكل خاطئ بيتم إصلاحها فورا، بيتم تصحيحها من الأثرين اللي بعد كده. وهنشوف دلوقتي برضو قدامنا قطعة أثرية تم الكلام عليها كتير لحد ما في الآخر ممكن نتوصل ليها، زيها زي أي نظرية علمية. الفيزياء بدأت من إسحاق نيوتن، مجرد فيزياء كلاسيكية اتطورت على إيد ألبرت أينشتاين، ثم وصلت لفيزياء الكم دلوقتي ووصلنا لمرحلة متقدمة جدا من فهم الفيزياء. كذلك علم الآثار، كل يوم بيجي عالم يطور يكتشف جديد أو يعيد صياغة فهم الأثر بناء على معطيات علمية جديدة تم وضعها. غياب كل ده بيخلي غير المتخصصين يخشوا يعني يبوظوا الدنيا ويقولوا كلام مش معلوش أي فرضيات علمية، زي مثلا طلع من كام من حوالي شهر كده كتاب اسمه البرزخ، عمل يعني شو جامد قوي وقلبان. وطبعا الكتاب ده في الآخر اللي دار النشر سحبته من السوق، احنا بعد ما يعني حذرناهم منه وكلمنا وزارة الآثار على القصة دي ازاي. ده طبعا كان كتاب فج جدا من الناحية العلمية، وللأسف الشديد لأنه غير متخصص فبيسقط كل القصص بتاعة الأنبياء على المصريين القدماء. يعني يحط لك مثلا مش عارف مين مريم العذراء، أحد الملكات المصريات، مش فاكر عامل مين يا ربي أنا مش متذكر يعني، تحتمس الثالث هو النبي يوسف، مش عارف مين، وخلاص ولقوا مقتنع. يعني هو مقتنع تماما، انت جبت منين الكلام ده؟ نكتشف يقول لك بعد ما كلمنا دار النشر يقول لك اصل ده اللي مراجع الكتاب دكتور اثار، يا استاذ دكتور اثار. انا حتى كنا طبعا زمايلي اجتمعنا واتكلمنا في الموضوع، قلت لهم انا متاكد احنا ما كناش عارفين لسه اللي راجع الكلام ده دكتور اثار اسلاميه، مستحيل يكون اللي راجع الكلام ده دكتور اثار في المصريات. ليه؟ بحكم دراستي انا عارف طريقه تفكيرهم عامله ازاي. ما هو في كذا قسم، يعني قسم الاثار المصريه وفي الاثار اليوناني والروماني، وبعد كده في الاثار المرحله المسيحيه، الاثار القبطيه، وفي الاثار الاسلاميه. الاثار الاسلاميه يمكن يعني شغلها بعيد تماما عن طبعا عن اليوناني والروماني والمصري، لان العقيده والميثولوجيا مختلفه من ناحيه، وكمان تحرم التجسيد. تحرم التجسيد يعني معناها معروف ان في حتى في اليهوديه والاسلام خدها منها اللي هو لا تصنع تمثالا كالرب الهك، ما ينفعش تعمل شبه للاله بتاعك، وبالتالي تم تحريم الصور و و و. فعشان كده لما تخش المساجد مش هتلاقي صور، تلاقي زخارف رمزيه سواء كانت هندسيه سومانيه وكده، وحتى الزخارف دي اصلا متاخده من افكار قبل كده، يعني ليها رموز باطنيه قبل كده يعني. او تلاقي طبعا نباتات، بس مستحيل تلاقي مجسدات. حلو، ده مثلا ده يعني واحد زي ده انت هتعرف يعني لما انت تدرس بس تكون متخصص في حاجه زي كده، هتعرف ازاي تتعامل مع فكر المصري اللي بيعمل مجسدات اصلا وبيرمز ليها لحاجات انت عمرك ما درستها ولا فهمتها. فانت بتتكلم من منطلق ديني، لان بيدرس اثار اسلامي في الاخر بيبقى داخل بغرض ديني اكتر منه داخل بغرض علمي. ده في الغالب، انا مش بعمم، بس بحكم ما رايناه في يعني الكليات المتخصصه في الموضوع ده. وفعلا طلع كلامي صح، في زميله راحت وصورت الكتاب وصورت كل المراجعين وطلع كلامنا صح ان هو فعلا من الاثار الاسلاميه. المهم حصلت مشكله مع الدار، وطبعا بره القصه دي، لكن هو اثبت ان هو كان يعني كان ليه غرض ان هو يضلل الناس، لانه بعد كده اكتشفنا ان هو ادعى ان هو مهدي المنتظر في الاخر. ليكوا حق تضحكوا، ايوه ادعى فعلا، والدار نفسها اعترفت، فبالتالي سحب وشتم يعني او تطاول على اصحاب دار النشر وبتاعه، وطبعا وله كتابه يعني. النوعيات اللي زي دي كتير، مش هو بس يعني، دي اخر حاجه حصلت، لكن قبليه في كتير اللي هم بيقعدوا يعني يقحموا الدين داخل العلم. المشكله احنا هنبدا بقى دلوقتي محاضرتنا بعد المقدمه ديت عشان نحط بس تصور عام للفكره يعني. انواع التفكير حتى في يعني اعتقد في كتاب اولى ثانوي وثانيه ثانوي بتاع الفلسفه هنلاقيه، انا شفته، هتلاقي انواع التفكير هم اربع انواع اساسيه كلنا عارفينهم، تطور من خلالهم عقل الانسان. اول حاجه طبعا هو التفكير الخرافي، ثم تطور الانسان بنسميه اللي هو التفكير الديني، وبعد كده في نوع ثالث من التفكير اللي هو طبعا التفكير الفلسفي بشكل اكثر تجريدا، ثم اخر حاجه توصل لها الانسان دلوقتي هو التفكير العلمي. وكل واحده ليها ادواتها ومنهجها. احنا على فكره بقى في الانثروبولوجيا نقدر نجمع بين كل الانواع دي بغض النظر عن تقسيمتها، بس هو ده اسمه التفكير الاسطوري. كل ده بيتحط تحت التفكير الاسطوري بناء على التعريف الاسطوره اللي احنا قلناه في الاول، هو سرد مرمز لظاهره معينه ايا كان طريقه السرد اللي انت هتستخدمها، سواء كانت خرافيه حكايه خرافيه او
قصة دينية أو رمز فلسفي أو طبعا معادلة علمية. حتى بعض العلماء على فكرة في الفيزياء بيستخدموا بعض الأمثلة التشخيصية عشان يقرب فهم النظرية بتاعته للناس، ودي حاجة معروفة جدا هنشوفها كتير في علماء الفيزياء الحديثة يعني. زي مثلا قطة شرودنجر لو الناس تسمع عنها يعني، ده دي 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 ده يعني قصة خيالية بيتخيلها شرودنجر عشان خاطر يوصف بيها فكرة مبدأ الريبة في الفيزياء، ده مثلا يعني. احنا مشكلة عندنا بقى دلوقتي في ايه؟ ان الكتاب الكتب المقدسة قدمت لنا القصص الدينية في كتاب اساسا منهجه قائم على الايمان. يعني هو المنهج متقدم لي ومتقدم لك ومتقدم للبشرية كلها، اللي انت عشان تؤمن به ليس من اجل ان تطبقه في يعني او تفهم من خلاله الواقع. بمعنى يعني مثلا في موقف معين لما نيجي نتكلم عن قصة النبي موسى مع بني إسرائيل أو مع مصر أو اللي حصل في مصر أو مع فرعون موسى، هل إحنا لما نتكلم عنه القصة دي في حد ذاتها أنت هتقدر لما تتحقق منها حصلت بالفعل أو ما حصلتش بالفعل، هل ده الكتاب معني كتاب اللي سواء التوراة أو القرآن معني إنه هو أنت تحصل أو ما تحصلش، ولا هو معني إن أنت تصدقها وبس؟ هو معني إن أنت تصدقها وبس. عشان كده مثلا هنلاقي في آيات كتير، خلينا طبعا احنا مجتمعنا اغلبه اسلامي، القرآن بيقول في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يعني هو الكتاب بيقول بصراحة أنا الكتاب جايبه عشان الذين يؤمنون بالغيب. إذا المعاملات اللي هتعاملها في القصص اللي بعد كده كلها قايمة على إيه؟ على أن ده وحي غيبي لا تبحث عنه في الواقع، لأنك لو بحثت عنه في الواقع انتفى الإيمان هنا. هو الإيمان شرطه أنك تؤمن بشيء غيبي غير ملموس وليس عليه دليل، لكن العلم لازم بدليل مادي وهو شيء ملموس أقدر أتحكم فيه. أدي أول حاجة. فالقالب اللي متقدم فيه القصة الدينية لا يسمح لي أصلا أني أتحقق منها واقعيا وأثريا، لأنك أنت بتخالف أساس الكتاب اللي هو الإيمان. تمام؟ يبقى إذن أدي منهج الإيمان ومنهج الدين لوحده. طيب المنهج العلمي قايم عليه، طبعا المنهج العلمي قايم على حاجة تانية خالص، فرض الفروض اللي هو بنفرض فرضية معينة ثم بعد ذلك نتحقق منها بشكل تجريبي، ولما نتحقق منها بنكتب ملاحظات عليها، ثم لما تنجح الفكرة تتحول إلى نظرية ويتم تعميمها على الظواهر المشابهة للظاهرة اللي احنا درسناها. شفتوا الدقة وصلت ليه؟ ثم لو ظهر في النظرية دي أي عيب أو اكتشاف جديد بنقدر بنهدم، إما النظرية بتطلع كلها غلط فبنهدمها، وده في الغالب ما بيحصلش. هو في الغالب بيحصل إن إحنا بتعمل عملية تعديل في النظرية القديمة لرؤية جديدة، لأن العلم تراكمي، دي حاجة معروفة يعني. فالمنهج ده مختلف تماما عن المنهج، طبعا هو عنده أدواته، مختلف تماما عن منهج الإيمان. طيب هينفعنا في إيه كمان حكاية الفصل دي؟ عشان خاطر للأسف الشديد المؤمن نفسه ممكن يتجرح عاطفيا لو دخل بصدره في العلم بجد، لأنه للأسف الشديد العلم مش هيراعي تماما أنت مؤمن بإيه، هو مش هيراعي غير النتائج، فأنت هتلاقي نتيجة واحدة. أنت عاوز بقى تطوعها وتقولها وتجذب وتخفي عن الجمهور حقيقة النتيجة اللي أنت وتوصلت لها، ده موضوع تاني خالص بقى. هنا العلماء طبعا مش هيرحموك، بس هتلاقي لك جمهور وأدعي يسقفوا لك عشان انت بتدي لهم حاجة اسمها الانحياز التأكيدي في علم النفس، لان كده مطمئن ان انا تمام يعني. او انت بقى طبعا بتضطر تستخدم المنهج العلمي، يبقى انت لازم تبعد عن الدين. تعالوا نفرض مثلا في واحد كونفوشي او واحد من اليابان شنتو او هندوسي، احنا بنقول له ان في نبي اسمه نوح حصل له طوفان، كان بيدعو الناس الى الايمان ولكن اهله كفروا به، فالله قرر ان هو يعاقبهم ثم ارسل عليهم طبعا ايه امطار وخلافه، حتى طبعا وغرقهم تماما عن بكره ابيهم، والنبي نوح بنى لهم سفينه لكل المؤمنين ويجمع بيهم الحيوانات عشان ينقذ الحياه البريه من هذا الطوفان بعد ما ينتهي الطوفان. يجي يسمع الهندوسي في كتاب الفيد عنده مفيش الكلام ده اللي بيؤمن بيه، فبيبص ايه ده بجد الكلام ده حصل؟ اوه طب حصل، طب وازاي حصل؟ لا تعالى اوري لك، عندنا موجود في التوراة في القرآن حصل كذا كذا كذا. ايوه ما انا عارف، طيب في كلام ادلة على الكلام ده عشان انت بتقول لي الكلام ده حصل عندك، ممكن انت بتدعوه مثلا للدين، وريني ادلة.
يجي طبعا يدور على الأدلة. صوت صرصور الحقل، الآثار مفيش، الجيولوجيا مفيش حاجة اسمها حصل الطوفان في العالم كله غطاه. في بعض الطوفان حصل لظروف معينة، فيضانات حصلت ودي حاجة بتحصل كل يوم، كل يوم في فيضانات وطوفان بظروف معينة. فأنت هتقول له إيه ساعتها؟ أقول لك لا آسف، أنت بتقول كلام مش صحيح، ده حاجات أنت بتؤمن بيها، أساطيرك الخاصة أنا ما بؤمنش بيها. أقول إزاي لازم تؤمن بيها؟ طب ما أنا عندي في الفيدا، يعني هو الهندوسي بيقول والله في عندي آلهة أو أفاترات اللي هم زي فيشنو زي كريشنا زي براهما، حصل لهم قصص شبيهة بالحاجات اللي أنت بتقولها بس حاجات خارقة للطبيعة. طب أنت ليه ما بتؤمنش بيها وبتتهمني أنا اللي أنا واسني وتتهمني اللي أنا؟ هقول لو أنا عرضت عليك الحكاية دي هتقول لي هات لي دليل، أنا ما عنديش دليل. إذن الهندوسي والكونفوشي وأي دين آخر ليس عنده دليل أثري على حدوث أساطيره، فما بيقدرش يواجه بيها العالم إن هي حصلت بجد، لكن يقدر يواجه بيها العالم في حالة واحدة إن أنا أؤمن بيها. أنت عاوز تؤمن بيها أوكي، مش عاوز تؤمن بيها خلاص. كذلك عندنا في أديان الإبراهيمية هيبقى نفس الكلام، لا تستطيع الدعاية إلى دينك على إن قصصه حصلت بالواقع بدون أثار، لكن في اللحظة دي الأثار هتخزلك، لأن مفيش عالم أثار لقينا اكتشف أي حاجة للنبي. طيب تمام، بس يا أستاذ ماجد أنت في علماء أثار كتير ومعتبرين كمان، في عشان ما تضحكش علينا يعني، قالوا إن إحنا اكتشفنا أثار للأنبياء، وقالوا إن هي دي تبع للنبي الفلاني وتبع النبي العلاني وتبع النبي وكذا وكذا، والقصص دي موجودة والدليل أهو. فإحنا عشان خاطر ما يعني أنا شايف إن هو المفروض ما نقعدش في هذا الجدال كتير ولا نعرض الدين للخطر أو نفوس المؤمنين للخطر، ولا نعرض العلماء للحرج ونزيف العلم عشان خاطر الدين، الحل اللي احنا نمسك بقى كل أثر من دول أو ما قيل وما اشتهر عنه إنه هو أثر خاص بأي نبي، ونشوف إذا كان فعلا يوازي القصة الدينية ولا لا. تمام كده؟ متفقين. أول حاجة هنبدأ طبعا بأهم نبي، هو النبي آدم، أهم نبي، أول آدم يعني أول نبي اللي هو قامت عليه الفكرة أو الوجود البشري من وجهة نظر الديانات الإبراهيمية. في الأنثروبولوجيا بنسميها أساطير تأسيسية، أسطورة تأسيسية بيتشكل فيها الوجود البشري أو الكون اتنشأ إزاي. فآدم مثلا أشهر القصة كلها معروفة، إحنا ما عندناش قصص في الأثار تشبهه حرفيا إلا في حالتين، وخلي بالكم مش حرفيا بمعنى أصح، تلمح لشيء شبه ما قيل عن قصة آدم إلا في حالتين. أول حاجة طبعا في القصة الشهيرة بتاعت اللي هو في البلاد الرافدين الأنوناكي أو الآلهة اللي هم هبطوا من السماء وعشان خاطر كانوا بيدوروا على كائن يساعدهم في خدمة الإله الأكبر، فيعملوا إيه؟ اقترحوا عليه خلق كائن معين يقدر يقوم بالأعمال الإلهية دي أو بالخدمة الإلهية دي في المعابد، ويجمع لهم الذهب طبعا. فطبعا جابوا الدم وخلطوه بالتراب والطين وبتاع لحد ما كونوا شخصية هي برضو شبيهة يعني فكرة آدم، وخلقوا منها إيه زوجها وتكسروا في المكان ده. بغض النظر بقى عن بقية بقى الحكاية اللي هم طبعا نزلوا وتزوجوا منهم وكونوا العماليق، التشابه ده بس في الجزء ده يمكن موجود في إيه؟ في التوراة، لكنه مش حرفيا، مش موضوع ان هو في السماء تم خلقه من الطين والشيطان دخل في جوفه وبعد كده قعد في الجنة والشيطان غواه، لكن الأسطورة التانية بتاعة الأفعى موجودة برضو في بلاد الرافدين، لكنها ليست القصة الحرفية اللي موجودة في الإبراهيميات، والتشابه ده بس موجود في الايه؟ في أساطير بلاد الرافدين، ليس موجود في الصين لأن آدم أبو البشر، احنا متفقين آدم أبو البشر يعني من وجهة نظر طبعا السرد الإبراهيمي، مش موجودة في الهند ولا موجودة في الصين ولا موجودة في اليابان ولا موجودة في مصر ولا أي مكان. موضوع أنه هو اتخلقت كائنات في جنة عشان خاطر تخدم أو تعيش أو هي موجودة بس في العراق. طبعا ما ننساش علماء الأثار هنا بيقولوا إيه؟ إن الوجود العبراني في وقت السبي البابلي أثر تأثير كبير جدا على إيه؟ على وجود القصص دي داخل التوراة بالطريقة دي بالذات، لأن احنا لما نلاقي التشابه احنا بقى ما هو مشكلة ان المؤمن
او المتدين عشان يكون للدقه بالظبط. المتدين لما يكون عاوز يلاقي افكار وقصص دينه موجوده في الاثار حرفيا، دي بتسبب مشكله كبيره جدا، لان هو هيتواجه مع ان في جزء معين في مقارنه الاديان من هو السابق ومن هو اللاحق، مين الاقدم ومين الاحدث. هنا مشكله ان العلم مش هيدور انت ايه، هيدور ان دايما ان الاحدث بياخد من الاقدم. دي نظريه معتبره في مقارنه الاديان. طب انت هتعمل مع النظريه دي ايه؟ فانت بتعرض نفسك للحرج. النظريه الرافديه اقدم من النظريه الابراهيميه، دي حاجه معروفه، سواء كان من ناحيه الكتابه لانها اقدم نسخه عندنا للتوراه هي النسخه السبعينيه، ودي طبعا موجوده في القرن الثالث قبل الميلاد، وعندنا القصه دي طبعا موجوده من 2000 سنه قبل الميلاد في بلاد الرافدين. فانت كده بتعمل مشكله، بتحرج نفسك. النقطه الثانيه التشابه مع ادم، ان ممكن نلاقي معاه عادي. شفنا ان القصه بتاعت ادم دي ملهاش دعوه خالص، الادم الابراهيميه ملهاش دعوه بادم الرافدي. النقطه الثانيه في جزء حديث في الاسلام بيتكلم على موضوع تشميت العاطس. يعني احنا بنتكلم دايما ان الانسان في بقول لك ان يعني من واجب المسلم على المسلم في الاحاديث ان هو اذا ايه عطس شمته، يعني يقول الحمد لله، يقول يرحمك الله او يصلح ديني ويصلح بالكم. دي باي قايمه على ايه؟ باي قايمه على حاجه في التراث الاسلامي بتقول ان اول ما ادم نفخ فيه من روحه، فطبعا روحه دخلت من انفه. حلو؟ فاول ما دخلت فيه روحه حصل ايه؟ عطس. فلما عطس طبعا هو تنبه ان هو خلق وجد للحياه، فحمد الله فقال الحمد لله، فاثنت عليه الملائكه يرحمك ربك يا ادم. فمن هنا جاء التشميت. ايه علاقه اللي انت بتقوله ده؟ هقول بالاساطير. بالاساطير احنا عندنا في اسطوره مصريه، ودي اهم اسطوره في التاسيس الكوني والسياسي المصري، هي اسطوره عين شمس او اسطوره اون، منطقه اون. ايه بقى الاسطوره دي؟ ان اول حاجه خالص في البدء كان المياه الازليه اللي هي نون، وطلع منها الجبل او التل الازلي اللي هو اسمه بنبن، ثم ظهر منه باختصار عشان نختصر الاسطوره طويله، يعني ظهر منه النتر اللي احنا لسه معرفينه اول المحاضره، اتوم او للدقه هو اسمه ايتوم. ثم ايتوم دوت بينطق بالتالي اللي هو الاي اللي هي قيصوب، والته اللي هو شكل نص الدايره، تمام، والميم اللي هي الميم اللي هو رمز البومه. كمان المصري كان بيكتب بيشيل الته ويحط مكانها رمز في اللغه الهيروغليفي اليد، اللي هو طبعا خط الهيروغليفي، شكل اليد، شكل اليد وحرف الدال. اذا ينطق ايه؟ ادم اللي هو ادم، تمام. طب هنلاقي ان اتون دوت عمل ايه عشان لما لقى نفسه لوحده في الفراغ؟ اول حاجه عملها عطس. ادم اللي هو اتوم، هي نفس اللفظ المصري كان بينطقه، المصري القديم بينطقه ادم وبينطقه اتوم. عطس، فلما عطس ظهر شو النترين، شو وتفنوت من صوت العطس. وما جابش المصري، ما جابش حاجه جاي من الطبيعه، هو الواحد لما بيعطس بيقول ايه؟ هات شو. فظهرت حاجتين، شو هو نتر الاسير والهواء والفضاء، وتفنوت اللي هي الرطوبه، رطوبه السماء. في طبعا روايه ثانيه في الاسطوره في العصر المتاخر اللي هو استنى، لكن دي مالناش دعوه، يعني ناخده بس الجزء بتاع العطس. ليه؟ يعني لقينا ان حاجه ثانيه تتشابه فقط مع ادم هي اسطوره اتوم مع العطس، ليس اكثر ولا اقل في الاسم. فين بقيه الاسطوره دي موجوده في بقيه الحضارات في مصر؟ دي مش موجوده. حلو؟ لكن موضوع الصلصال كالفخار ان خلق الله ادم من الصلصال او من التراب ومن الفخار، دي هنلاقيها موجوده بالفعل في الاثار المصريه. ايه ده؟ اخيرا لقينا دليل اهو. لا بالراحه، هو لقيناها فين؟ لقيناها ان في نتر اسمه خنوم او غنوم، هو على شكل غنم، يعني غنم جاي كده، حتى دخلت اللغه العربيه غنوم من غنم، يعني هي يعني العرب خدوها من مصر زي ما هي. ده مهمته ايه؟ مهمته انه بيشكل الانسان على عجله الفخار من صلصال كالفخار. ثم بعد كده تيجي النتر طبعا الضفدعه بتنفخ فيه من روحه. طيب انت ازاي عاوز تشبه، لو انت حابب تشبه ادم ان الله خلقه بيده من صلصال كالفخار بالنتر الغلوم وهو بيشكل التشكيل ده؟ هي نفس طبعا مصر اقدم من الروايه الابراهيميه زي ما احنا متفقين زمانيا. انت عاوز تدخلها في العلم استحمل، انت اللي عملت كده، انت عاوز تدخلها في العلم استحمل. ف
فهو أقدم. تاني حاجة إن مفيش حد ذكر الرواية دي أو الصورة بتاعت خلقه من صلصال كالفخار غير مصر القديمة بس. يبقى هو آدم ما نزلش غير في مصر؟ ما طب ده مستحيل. الأديان الإبراهيمية ما نزلتش غير في مصر، المفروض إن هي نزلت، ده آدم أبو البشرية، تكون ظل الأسطورة دي موجودة عند الكل لكنها مش موجودة. إذن الاحتجاج بهذا يعتبر غير دقيق. آدم أثريا غير موجود. بناء عليه كمان احنا ما ينفعش احنا عشان نشكل او نأرخ لعصر النبي آدم نفسه، التوراة بتأرخهم ان هو بدأت الحياة من 6000 سنة. طيب هل هو فعلا الحياة بقى لها 6000 سنة؟ لا، هو الحقيقة ان 6000 سنة دي حاجة لسه قريبة جدا، يعني 6000 سنة ديت ده لوحة العرمر، لوحة العرمر اللي انتوا شايفين اللي احنا بنشوفها في المتحف المصري دي اللي هي بتاعت الشهيرة، هو ماسك المقمعة وبتاع، وأول لوحة في التاريخ دي تقريبا بقى لها 6000 سنة. فانت بتتكلم يعني عمر آدم منها ازاي؟ طبعا ده ما ينفعش. زائد ان ما ينفعش ان انا انكر حاجة علمية مكتشفة، حفريات مكتشفة لإنسان قديم عمره ملايين السنين، وإنسان بشري يشبهنا لكنه ليس زينا، أقدم مننا، بل إنسان هومو سابينز اللي هم إحنا الإنسان العاقل أقدم واحد مكتشف عمره 300,000 سنة وتم اكتشافه في المغرب. أقدم إنسان هومو سابينز اللي هم الإنسان العاقل اللي إحنا عمره 300,000 سنة وممكن نكتشف أقدم. فمستحيل مقارنة هذا بفكرة إن هو ده النبي آدم. فأثرية وتأريخية النبي آدم في الأثار هذا شيء خاطئ تماما وغير مطابق. تمام؟ طبعا بس يعني جملة اعتراضية بسيطة او يعني توضيحية، اللي احنا بنقيس الاثار برضو عمر الاثار او الحفريات بالكربون المشع، والكربون المشع طبعا من خلال الانحلال الاشعاعي بنقدر نحدد تقريبية بنسبة في الغالب نسبة 95% ما هو عمر هذا الاثر او عمر هذا تلك الحفرية. تمام؟ اوكي، هنبدأ اول حاجة طبعا فيه بقى نخش بقى على المفيد بقى. النبي نوح، قصة الطوفان الشهيرة بتاعت النبي نوح اللي احنا كلنا عارفينها طبعا وتمت ازاي ومش محتاجين سردها في الشكل الابراهيمي، هل هي حصلت؟ الحاجة الوحيدة يمكن الشبيهة طبعا، على فكرة موضوع الطوفان، فكرة الطوفان او الفيضان اللي بتحصل ده شيء طبيعي، فكرة الفيض ده موضوع اي مكان نهري لازم يكون فيه فيضان، موجودة في مصر فترة الفيضان وموجودة كمان في العراق طبعا في البلاد في ما بين الفرات وتقريبا في كل المناطق النهرية لازم يكون جربوا الفيضان. أما المناطق البحرية برضو معرض أنهم يكونوا وصلوا مرحلة الطوفان، لسه قريب حتى احنا كنا بنشوف التسونامي بيعمل ايه يعني. فإذا هو ظاهرة طبيعية بتتم بشكل دوري على مدار التاريخ، مفيش حاجة بتوقفها أو مش مخصصة لشخصية معينة، ده أول. الحاجة الوحيدة الشبيهة في الأثار في ملحمة جلجامش، ملحمة جلجامش هي طبعا او بيسموها ملحمة الأترهاسس، دي في النسخة السومرية في بابل، طبعا الكلام ده حصل في بابل ودي ملحمة شهيرة جدا انصح الجميع يقراها لانها مهمة بتوضح حاجات كتيرة في الاديان وفي التاريخ كمان بتاع الشرق الاوسط. المهم طبعا دي كانت في عام كام؟ 2700 قبل الميلاد. في اللوح ال11 بالذات اللي اكتشفه طبعا دكتور جورج سميث سنة 1892 في نينوى، اكتشفنا ان في واحد اسمه جوه الملحمه دي اسمه أوتنبشتن. أوتنبشتن ده حصل له ايه بقى؟ الالهه منحته الخلود، بقى عمره طويل قوي الى ما لا نهايه. حلو. لما منح الخلود اختاروا الاله، اله الشمس طبعا، ان هو يبني سفينه من طوابق متعدده ويجمع فيها كل الحيوانات اللي موجوده على الارض. تمام؟ وطبعا وقال له حاجه، اقفل على نفسك كويس عشان خاطر سوف تهطل الامطار بشده وسوف ترتفع الينابيع وهتغرق كل العالم تماما او لحد قمم الجبال عشان خاطر نقضي على كل البشريه القديمه دي. تمام؟ طبعا لحد ما قربت السفينه وصلت لمرحله من كتر الطوفان والامواج العاليه كالجبال السفينه كانت هتتكسر لولا تدخل الاله عشتار لاخر لحظه، هدأت الطوفان وعشان خاطر تريح السفينه على قمم الجبال في الاخر، وهنكتشف في الاخر طبعا انه قدم ذبيحه شكرا للاله وارسل غراب وحمامه
عشان يعرف اذا كانت اليابسه بدات موجوده ولا لحد ما رجعت له طبعا بغصن الزيتون. حلو. ده مين؟ قطنا بشتم. تكمله القصه بتاعه الاسطوره دي بتقول ايه؟ ان لما منحت الالهه الخلود قطنا بشتم، هنلاحظ ان العمر الطويل بتاعه يتميز. ايه اطول عمر نبي موجود في الابراهيميات؟ هو نوح. اللي هو ما يقال انه حسب السرد القراني 950 سنه، لكنه طبعا ما ينفعش يقال ان نبي خالد بشكل خلود نهائي، لان ده المفروض صفه الهيه فلازم يصير عليه الموت. حتى في الصيغه الاسلاميه مع مفهوم المسيح برضو اللي هو متوفيك ورافعك الي حد عشان تنزل تاني عشان تموت. يعني هو الفكره المسيحيه الاسلاميه في المسيح ان المسيح لازم يموت عشان هو ينزل تاني، هو حي الى الان، لكن العمر الخلود الى ما لا نهايه دي صفه الهيه يجب ان لا تكون موجوده في البشر. لكن طبعا في الاسطوره السومريه حصل على الخلود نهائي. مين بقى اللي سمع الكلام ده وغار منه؟ جلجامش نفسه. ليه ياخد هو الخلود؟ ليه؟ لان جلجامش كان رجل قوي جدا وكان فحل، وكان طبعا بيقوم بحق الليله الاولى، حق الليله الاولى المشهور اللي كان مشهور بقى الانجليز بتاع العزروات ده كان بدا في العراق. ولما كائن كيدو اللي هو الكائن الثاني اللي كان المقابل ليه، اللي كان كائن ضخم ومشعر وهمجي وبتاع، كان مقابل جلجامش، سمع ان هو بيعمل كده فقال له ازاي انت بتعمل الكلام ده؟ ده غلط، انك حق العذراء من حق الزوج بتاعها اللي هو الجوازيه انت تاخد حق الليله الاولى وبتاع. فتم الصراع بينهم وتصارعوا مع بعض لحد ما جلجامش غلبه. فقام جاي قال له انت قوي وتستحق البركه، وخد مني بركه الاله. بيفكرنا بمشهد صغير قوي كده برضه يعقوب واسرائيل لما تصارع مع الاله وادى له في الاخر ايه؟ النبوه والبركه. هو ده التشابه. هو طبعا التشابه ليس حرفيا ولكنه في السرد القصصي مقارب. هل هي قصه نوح شبيهه بالظبط للهدف؟ خدوا بالكم الهدف هنا مختلف تماما عن طوفان نوح، والاسم مختلف تماما عن قطنا بشتم. وده الجزء بتاع كمان قطنا بشتم كان مجرد عباره عن فصل صغير في ملحمه ضخمه جدا نهايتها في الاخر ان قطنا بشتم تحداه، قال له عشان تحصل على الخوض مش اي حد، انا عاوزك تقعد لمده اسبوع صاحي ما بتنامش متواصل لو قدرت تعملها. اصلا هو عمال بيكلمه قام جاي جلجامش نام ما استحملش. بعد ما جلجامش نام طبعا قام جاي ايه؟ قال له انت طبعا فشلت في الاختبار فانت مستحيل تحصل. هو طبعا عاوز يقول ان البشريه مستحيل تحصل على الخلود، وهنشوف بقى بقيت بقى كمان القصه هنا. فبعد كده طبعا زوجته قالت له طبعا عاوز هديه قبل الفراق والموت وبتاع. لا طب ايه؟ روح حياه نبته بتبقى موجوده في قاع البحر وقاع المحيط دي، لو انت خدتها وشربت المنوع بتاعها ستحصل على الخلود. المهم طبعا جلجامش ما كدبش خبر، قال لك هجيبها يعني هجيبها، وغطس وساب هدومه بره. خدوا بالكم بقى من الحته الصغيره دي، ساب هدومه بره وغطس عشان يجيبها وجابها. لما وحط النبته على جنب عبال ما بيتضير لقى مين؟ ظهر تعبان ضخم سرق النبته وسرق هدومه. وكان وطبعا احنا اكيد كله فهم التشابه ما بين القصه ما بين ان هو يطلع من غير هدوم وهدومه ما يلاقوهاش عشان يكون وجهها بتاع. اول ما الافعى كلت النبته حصل ايه؟ غيرت جلدها. طبعا الافعى عارفين بتغير جلدها بشكل دوري عشان خاطر نوع من نوع التجديد يعني. غيرت جلدها وايه؟ وثبت الجلد القديم مكانه وطلعت تهرب. طبعا هو عاوز يقول ايه؟ ان الحصول على الخلود مستحيل، لكنه بيفسر ان الافعى تتجدد تلقائيا هي دي الوحيده القادره على الحصول على الخلود. لان مفيش كائن عنده القدره على انه ينسلخ من جلده ويرجع تاني يتجدد من اول وجديد زي الافعى. فبالتالي كانت الحيه والافعى هي رمز مهم جدا من رموز الباطنيات والخلود، وبعد كده كانت موجوده في الهرموسيه بشكل كبير. واتخذ الافعى رمز الاوربوس اللي احنا عارفينه الشهير، الافعى الدائريه اللي بتاكل نفسها اللي هي رمز الابديه، موجوده في الباطنيات وفي الماسونيه وموجوده في حاجات اديان كتير يعني. هنا طبعا هنشوف ان في الاخر طبعا بقى جلجامش. انا ليه بقى بسرد القصه كلها وبشكل مختصر؟ عشان نشوف التشابه، هل فعلا قصه نوح شبيهه بالملحمه ديت حرفيا، ولا هنقول ان هي مش شبيهه، ولا هنقول ان هي تم اقتباسها من ملحمه جلجامش ولكن تم معالجتها ابراهيميا؟ احنا بنتكلم علم، احنا يا جماعه كل واحد
يعني اي واحد لازم يحتفظ بايمانه في قلبه ويحافظ عليه. يعني هو ممكن تطلع برضو فايده من المحاضره دي، مش بس انك نعرف العلم، لا، انك تحافظ على ايمانك، ما تدخلوش جوه المفرمه، خلي ايمانك جوه قلبك بس، لانك لو طلعته بره العلم انت كده هتتفرم وهتحرج دينك وهتعطل العلم. فبالتالي العلم هيقول كلام ممكن ما يرضيش الناس كتير يعني. في الاخر خالص جلجامش لما راح طبعا بعد كل الملحمه دي، في الاخر بيكتشف ان مدينه اوروك اللي هي كانت المدينه اللي كان بيحكمها، اللي هي جايه منها كلمه عراق، بعد كده تطور من اوروك الى عراق، هي ديت المبانيها الفخمه والرائعه والحضاره اللي انشاها فيها هي الوحيده التي تعبر عن خلود الانسان. لكن الانسان كده كده فاني، ولازم يسيب اثر جيد في مجتمعه عشان يحصل على الخلود. هو ده مبدا ملحمه جلجامش اصلا. هل سرد القصه بتاعت النبي نوح هي نفس السرد؟ مستحيل طبعا، ولا هي نفس المفهوم، ولا هي نفس الموعظه اللي ورا القصه. قصه النبي نوح كلها بس قايمه على ان انت تؤمن بالله فقط، ومن لم يؤمن بالله سيتم اغراقه عشان ما فيش فايده فيهم، ويتم ابدالهم بجنس اخر. هي دي قصه النبي نوح. ايه بقى علاقتها بنبشتم غير في التفاصيل بتاعت بعض السريات اللي احنا قلناها دي؟ هل انت موافق؟ انا بتكلم دلوقتي اي حد عاوز يدخل الدين في العلم، هل انت موافق تكون دي قصه النبي نوح؟ اثبات قصدي على ان هو ده النبي نوح. انت كده بتحرج نفسك. لا، ده اثبات على ان في اوتنبشتم مش النبي نوح، لان النبي نوح برضو مش موجود في القصه. ده علم الاثار. طبعا احنا هنشوف هنا دي الصوره المتخيله لاوتنبشتم وهو بيبني طبعا السفينه. تمام. في ملحوظه بس كده جانبيه قبل ما نخش على الاثر الثاني، هنلاحظ هنا برضو في التشابه الاسطوري ما بين عشتار وبين سخمت. ليه؟ عشتار هنا هدأت الطوفان ورجعت كل حاجه لمجاريها، رغم ان عشتار الهه عنيفه جدا. في مصر القديمه في اله نترا اسمها سخمت، اللي احنا عارفينها بتاعت فناء البشريه، لما فضلت تاكل البشر كلهم انتقاما ان هم سخروا من رع، وقضت عليهم لحد ما مصر تحولت الى بركه من الدم. مش طوفان غرق حد، لا، من كتر ما اكلت الناس تحولت الى بركه للدم. رع لما صعبت عليه الناس يعمل ايه؟ اتفق مع نترو زي شحوتي وغيرهم يجمعوا طبعا النبيذ والبيره وبتاع ويرموه في نهر النيل ومصر عشان خاطر لما تشوف هي تفتكره دم فتشربه. فلما شربت منه سكرت وبطلت تدمير في البشر. وحزنت لما فاقت بقى، حزنت ان ابوها لعب معاها الحيله ديت، وطبعا لحد القصه شهيره قعدت عند الشجره وتحولت الى ايه؟ البقره حتحور. هنا هنلاحظ ان سخمت هي اللي بتتعمد ايجاد العنف والطوفان، وعشتار هي اللي بتقلب العكس. انا بس انا عاوزكم تفكروا في النقطه دي، مش لازم نشرح كل حاجه، احنا هنسيبها لمحاضره ثانيه. النقطه دي مهمه جدا، ما بين المقارنه الاسطوريه ما بين شخصيات اسطوريه بقى في حضاره وفي حضاره اخرى. تمام. هنيجي بعد كده الصوره اللي بعدها بعد اذنك. اللي بعدها النبي ابراهيم. بعض الاثريين او مش الاثريين طبعا عشان كل الدقه، بعض المؤدلجين الذين يدخلون هذا العلم ويريدون اقحام الدين داخله بيقولوا ان النبي ابراهيم له اثار ودليل على وجوده. هو طبعا الحقيقه الاثار بتقول انه ملوش اي دليل نهائي، لدرجه ان بعض من مقارني الاديان والانثروبولوجيا بداوا يعني بيقولوا بيتحدوا بقى نفسهم، يعني زي ما بيقولوا ايه، بيعلوا على نفسهم لدرجه ان هم بيشبهوه ببراهما وساراتي، اللي ساراتي طبعا دي اسم زوجة بالهندي، بالحضاره سوريا الهندوسيه، وبالتالي هي ساره وابراهيم، وحاجات كتيره جدا بقى اللي هو من دخل النار وخرج منها وبتاع. في بعض الاساطير في الهند تشبه ذلك تماما، لدرجه ان حتى في الاسماء. ففي ناس بقى في الانثروبولوجيا الاديان بيروحوا للحته دي، لكن احنا بس عاوزين نتكلم على الاثار، هل هو فعلا ليه اثار؟ الحقيقه زي ما احنا شايفين هنا في دي جداريه مثلا في مقابر بني حسن، دي في المنيا. في المنيا في مقبره اسمها بتاعه واحد اسمه خنوم حتب الثاني، هنلاقي هنا بعض العامو، كلمه العامو دول جماعه اسيويين اللي بيجوا من اسيا بيتاجروا معانا، بيجوا بقى طبعا من سيناء.
اللي هم بقى الأدوميين على العموريين على الكنعانيين والبلست والبلست لسه ما كانوش موجودين صحيح. كل دول ما كانش في حاجة لسه اسمهم عبرانيين. يعني العبرانيين واليهود ما كانوش موجودين لسه في التاريخ أصلا. دي ده في الدولة الوسطى لم يذكر لهم اسم في التاريخ. وكلمة عامه بالمصري هو تعني هم الناس العامة اللي دخلت بعد كده في العربية العامة. ودي يعني ياريت برضو الناس اللي تاخد بالها اللي بتنكر ان اللغة المصرية القديمة هي من اهم جذور اللغة العربية ولغات المنطقة كلها كمان. عامه باللغة المصرية هم دول اللي هم الاسيويين دول. دول جايين يعملوا ايه؟ جايين بتاجروا مع المصريين معاهم بقى كحل والمر والحاجات اللي هم كل المصري بيحتاجها واللبان. ورايحين ايه؟ يعملوا مقايضة مع المصريين. هل ده ممكن يكون النبي ابراهيم؟ دي تقدر على فكرة عمرها من 1700 قبل الميلاد. قبل تواجد اصلا اي صفة او اي شعب اللي هم العبرانيين. النبي ابراهيم كان متزوج من سارة. صح؟ لما راح مصر. ولما راح مصر فقال لسارة ايه مراته؟ قال لها ايه؟ قول لهم اللي انتي اختي عشان خاطر ايه؟ لعل نصيبه من الملك خيرا يعني عشان نعرف نجيب منه خير. قول لهم اللي انتي اختي في الرواية الاسلامية عشان ما يقتلنيش. ده حسب طبعا احنا عارفين الفرق في التطور يعني. فاولا ولما في الروايه لما حصل على هاجر المفروض ان هو خدوا بالكم الكلام ان هو في الروايه التوراتيه بيعامل هاجر كأمة جاريه ما بيعملهاش كزوجه. وطبعا هنا في اسقاطات نفسيه كتيره جدا انه لازم يخلي المراه المصريه جاريه عشان يعني نوع من انواع القهر يعني. خدين بالكم ازاي وهنلاقي القصه دي متكرره ولا بلاش خليها دي في الاخر يعني. هنا طبعا هنا بقى نشوف كام عندنا كام راجل. ادي واحد اتنين وهنا في اتنين ودي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وفي اربع نساء. انت بتتكلم هنا في اعداد غير متناسبة تماما مع القصة التوراتية تماما مع ابراهيم وسارة. اذا ادي اول حاجة تضرب المقارنة الاثرية ما بين قصة ابراهيم والاثر ده في مقتل ليس له علاقة بابراهيم. ده اولا. ثانيا القصة التوراتية بتقول ان النبي ابراهيم جاي بيعاوز ياخد خير جاي كأنه يعني خلينا نقول بيقترض عشان يكون البتاع مخفف شوية. ليه؟ لان عندنا في قصة النبي يوسف هو نفسه كان بيقول تعالوا من البدو عشان نكتال منكم اللي هم ما كانوش لاقين ياكلوا اصلا. كان في مجاعة في فلسطين في الفترة دي فعشان كده قال لاهله تعالوا من البدو ايه عند مصر وخدوا بقى مني اكتالوا زي ما انتوا عاوزين. كان بياخدوا الخير ورجعوه تاني. فادي اول حاجه. هو طبعا اللي حصل ليعقوب او لابناء يعقوب يشابه لفكره التجار صحيح اللي موجوده لكنها مش موجوده كده. الناس دي مش موجوده في قحط. الناس دي لابسه يا جماعه الناس دي لابسه لبس قريب كمان من المصريين. يعني حالهم احسن شويه من اللي اتقال جوه القران والتوراه عن العبرانيين في الفتره دي. يعني واخدين بالكم دي ناس مش فقيره. دي ناس جايه تاجر. اما الحاله بتاعه النبي ابراهيم في التوراه والحاله بتاعه النبي برضو يوسف او يعقوب برضو في التوراه في القران حاله ناس ايه؟ شعب غلبان في مجاعه في قحط اللي عاوز يجي ياكل يعني. ادي تاني حاجه تضرب طبعا الموضوع ده في مقتل. حلو؟ يعني مفيش اي دليل خالص ان هو ده النبي ابراهيم. معلوش اي نقش اصلا ان هو ده النبي ابراهيم. بس هو ايه الناس يعني دايما للاسف العقل الديني لما يدخل علم الاثار وخصوصا على فكره مش بس المصريين ده حتى الاسرائيليين نفسهم كتير بيحاولوا يقحموا القصه عشان يثبتوا وجودهم جوه مصر بحاجه زي دي. لكن دي ليس لها علاقه. هنخش مثلا تاني اهم واحد طبعا او زي الطوطم الاكبر والاهم عند اليهود وعند المسلمين هو مين؟ النبي موسى. يعني النبي موسى لوحده واخد جزء كبير جدا جدا من القران واخد جزء كبير جدا من التوراه. لأن هو ده الأساس اللي اتبنى عليه التجمع أو التكتل اليهودي أو العبراني بمعنى أصح واللي أنشأ فكرة الدين بتاعهم. يعني هو النبي إبراهيم ويعقوب وكانوا أو إسحاق هما كانوا بس مجرد مؤمنين ما كانش فيه شرائع. يعني هو إيمان إن فيه إله لكن لسه الطقوس ما كانتش باينة أو مش معروفة ولا مكتوبة. لكن أول من وضع الطقوس ووضع الشرائع وكتبها مكتوبة في الألواح وهو طبعا النبي موسى. فده طوطم مهم جدا. وهو ده اساس المشكله الرئيسيه بتاعه علاقه اسرائيل بمصر وعلاقه بني اسرائيل بمصر. لان هو القصه بتقول
ان بني اسرائيل كانوا موجودين في مصر وكان بيتم استعبادهم في اعمال صعبه واعمال شاقه، وبالتالي كان المصري القديم مع الاستعباد ده كله، فاضطر النبي موسى الى ان هو ياخد شعبه ومع النبي هارون الى ارض فلسطين كنجاة منه، ودي ارض الميعاد عشان ياسسوا فيها الدوله. تمام. فطبعا هي الاشكاليه هنا، اول حاجه عاوزين نتكلم عن نقطه بس الاول قبل ما نخش على تفاصيل النبي موسى. موسى يعني لازم جنبه في حاجه مهمه جدا، هي فرعون موسى. مفيش النبي موسى من غير فرعون موسى. مين هو فرعون موسى؟ طبعا كله عمال ناس عماله بتخبط، حتى علماء الاثار اللي مش عارفين يخلق يفرقوا بينهم عمالين بيخبطوا، اللي يقول رعمسس او رعمسه الثاني، او اللي يقول لك مرنبتاح، واللي يقول مش عارف مين، كل واحد عمال بيخبط على كيفه. هو الحقيقه ولا واحد من دول، ومفيش حد في مصر بتاتا اسمه فرعون بتاتا في التاريخ المصري كله، مفيش شخصيه ملك اسمه فرعون، ده اسم عالم، بتكلم على اسم عالم، واجه حد اسمه موسى ده في الاثار، ومفيش لقب لملك مصري اسمه برعاء زي ما يقال في بعض اللغويين والافارين ان برعاء معناها البيت العظيم، تم تحويله بالعبري الى فرعاء الى فرعون، لان يعني البي بي المهموسه بتتحول لفيه باللغات المعروفه يعني. حلو. طب برعاء دي موجود؟ اه في طبعا، في خراطيش فعلا فيها برعاء، لكن اولا الملك المصري ليه القاب اساسيه، اللقب صارع اللي هو ابن الشمس اللي هو لقب الميلاد، واللقب الحوري هو لقب التتويج على حورس، واللقب طبعا النسوبيتي اللي هو النسوت اللي هو رمز البوص يعني بتاع الصعيد، والبيت اللي هي بيه اللي هي ايه؟ اللي هي النحله اللي هي الرمز بتاع وجه بحري، فلما يجمع بين الرمزين كانه جمع ما بين وجه بحري وابلي، وهو ملك الاثنين دول مع بعض. كل والقاب القاب ثانيه صغيره فرعيه، برعاء ده مش موجود خالص فيهم. برعاء دوت بدا يظهر بكثره في العصر الروماني، يعني روماني يعني خلاص الحضاره المصريه انتهت، كان الاباطره الرومان بيحكموا من روما، والقاعد في الصعيد ما يعرفش مين يا ترى مين الامبراطور المره دي الموجود، وواحد يموت وواحد يجي، قال لك خلاص احنا نكتب على المعبد، يوم جاي ماسك الخرطوشه بدل ما يكتب عليها اسم ملك من جوه، يوم جاي كاتب برعاء اللي هو سيادته الباب العالي، بس ما هو مش عارف مين، فتلاقي الخراطيش جواها برعاء 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 وملوك مختلفه وعصور مختلفه، طب مين ده؟ فهو ده السبب الحقيقي اللي بيخلي بعد كده في المستقبل ان برعاء انتشر، ولان اليهود بداوا ينتشروا قوي في مصر في العصر البطلمي وفي الروماني، فركزوا قوي على موضوع برعاء، وافتكروا ان كل الملوك المصريين اسمهم برعاء، فلما اتكتبت الترجمه السبعينيه اتكتبت على اساس وما بعدها ان هو فرعون. اوكي، عشان بس نشوف اللفظ، انا بتكلم التاريخ بيقول ايه بالتدريج كده اهو بالاثار، اما الايمان نحطه جوه قلوبنا، ملوش دعوه جوه الجامع وجوه الكنيسه عشان ما يتضرش، لكن التاريخ ملوش دعوه خالص بفرعون. الدعوه الثانيه ان رعمسيس الثاني هو فرعون موسى، ده اشهر حاجه، كلنا عاوزين نروح المتحف عشان نشوفه ايه الموميا بتاعت رمسيس اللي فرعون موسى اللي غرق، عشان نخليه من خلفك ايه. الحقيقه ان ده مش فرعون موسى ولا ليه علاقه، وهنشوف دلوقتي ازاي. السبب ان في واحد اسمه موريس بوكاي، طبيب كاثوليكي كان بيعمل لدى البلاط الملكي السعودي، الراجل ده بيقول لما راح موميا، طبعا على فكره موميا رعمسه الثاني او رمسيس الثاني لما راحت فرنسا فعلا تم دراستها وبتاع، يقال ان هو اكتشف ان في جوفها ايه؟ ملح. قال لك بس هي دي، احنا اكتشفنا جواه، يبقى اكيد الراجل ده غرق وفي مكان مالح، واكيد طبعا في خليج السويس او خليج العقبه، وبالتالي لما جففوه ونشف فضل الملح في جوفه يبقى دليل ان هو ده فرعون موسى. الحمد لله لقيناه، الحمد لله. طبعا الراجل ده لانه مش متخصص مصريات، وده ميزه بقى المتخصص. اي حد عارف في علم المصريات ان التحنيط لازم يتحط الجثه لمده 40 يوم في ملح النطرون. زي كده فكره الفسيخ، الفسيخ اصلا تحنيط. الفسيخ هو نفس الفكره، انت بتحطه جواه ملح لحد ايه؟ ما بتطهره من البكتيريا اللي ممكن تحلله، بكتيريا التحلل، وتحافظ عليه. وفي نفس الوقت تصفي الميه، لان الميه هي اول حاجه بتساعد على التحلل. هي دي كل القضيه. فبيتنقع لمده 40 يوم، عشان كده بعد ما يطلع احنا بنعمل لحد دلوقتي ال 40 الميت. لان لازم يتعمل له طقوس واحتفال
قبل ما يتم عمليات التحنيط وينقل الى الجبانة. تمام. فكل المومياوات بلا استثناء جواها ملح. كل المومياوات من اول مومي الطفل لصغير ملكي لحد اي ملك تختاره. فما تجيش تقول لي ان هي دي عشان دي الوحيده اللي انت فحصتها انت يا موريس بوكايو اكتشفت جواها ملح تكون هي دي دليل. وبعدين مين قال لك ان فرعون موسى غرق في بحر مالح؟ ما هو يمكن يام صوف ودي بحيرات، ممكن تكون بحيره عذبه اصلا. تمام. فالنقطه دي نقطه غايه في الاهميه لازم نراعيها. اذا ان قلنا ان فرعون فكر فرعون موسى لغير معروف بالمره، ولا نستطيع ان نجزم من هو، بل الافضل يعني اللي اكتشفته بعد كده اصلا بقى من خلال سنوات البحث الطويله في المجال ده وفي التخصص ده، ان البحث عنه ضرب من ضياع الوقت، مضيعه للوقت ومضيعه للمجهود على الفاضي. ودايما كده اي فرضيه الانسان بيحاول يجري وراها ويثبتها بالعافيه لازم في الاخر هتحبطه. الاكتشافات بتيجي فجاه يا جماعه، تلات ارباع الاكتشافات اللي في الدنيا بتيجي فجاه وبتيجي حدث، لازم نكون معترفين بده. تمام. طيب في حاجه تانية تدل على ان يعني ممكن يكون في اثر؟ طيب طب ما تدور لنا كده يا عم ماجد، يمكن نلاقي، يمكن يعني شوف كده تحت الترابيزه وحبايبك حاجه تنقذنا تقول لنا ان احنا على يعني خلاص احنا كده مش قادرين. اصل انا كده بشك. ايوه طبعا انت كده بتشك، اصل انت لما تدور على مبدا ديني انت مؤمن بيه وعاوز له دليل مادي يبقى انت بتشك في ايمانك وعاوز دليل مادي. يعني عشان نفهم طبعا يمكن الناس اللي هم مش متخصصين في العلم ده هنفهمهم بشكل حتى جوه النص الديني. في القران هنلاقي لما النبي ابراهيم شك في البعث، يا ربي كيف تحيي الموتى؟ فقال له قال اولم تؤمن، بيقول له يعني انت ما امنتش؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. طبعا الاجابه واضحه جدا ان هو شك. هو قال يطمئن معناه ان قلبه مش مطمئن. عكس الطمانينه ايه؟ الريبه والشك. اذا هو شاكك، دي ما فيهاش كلام، بيشك. نبي بيشك في البعث بشكل واضح. وطيب ايه؟ فطبعا المعجزه اللي هي بتاعه الشهيره هات طير وايه وخلطهم ببعض وحطه في جزء من الجبل وناديهم. والقصه الثانيه بتاعه النبي برضو لما عد على قريه وقال أن يحيي الله هذه الايه بعد موتها، فاماته الله 100 عام هو وحماره. وطبعا ولما قام وشاف حماره ازاي بيتكون من اول وجديد برضو كان مش مؤمن بالبعث. ده واحد عشان كده بيدور على دليل مادي. فانت فكر كده يا مؤمن قبل ما تحقن نفسك بالاثار وتقعد، وزي ما كفرت طه حسين وزي ما كفرت دكتور زي حواس، انا عاوز افهم هل انت فعلا محتاج دليل اثري على قصص الانبياء؟ اذا لو انت محتاج يبقى انت فعلا شاكك في ايمانك، راجع ايمانك وبعد كده تعالى لي. ادي اول حاجه. عاوز بقى تدور؟ لا، ساعات لما تجيلي هقول لك لا انسى بقى ايمانك كده على جنب، هنتكلم علم. نخلص علم نقلع بقى المعطف الابيض ونلبس بقى ايه جبه الازهر، نلبس قفطان او بتاع دوت ملابس القساوسه زي ما انت حابب او حسب دينك يعني. تمام. طيب في عندنا حاجه ممكن تخلينا نقول ان احتمال ان النبي موسى يكون له واقع في مصر. ايه هو؟ شق البحر. ايه ده بجد؟ ممكن طبعا. ازاي؟ يعني مثلا هنلاقي في المنطقه اللي هو يقال ان هي بتاعه يام صوف اللي هو احتمال يكون عدى عليها موسى، هلاقي ان سترابون ومؤرخين تانيين كتير وجيولوجيين بيقولوا ان في منطقه هناك مائيه بتحصل لها عمليه جزر الحصار للميه لدرجه ان هو بيظهر منها ممر يابس لكنه زلق جدا بسبب رياح بتيجي من الشرق. رياح شرقيه. واخدين بالكم من طبعا دارسين توراه هيفهموا المعنى ده. هل ده موجود؟ خلاص انت براحتك. المشكله ان الظاهره دي انت بتعاوز تقول ان يعني توصم ظاهره طبيعيه ان هي معجزه. اصلا دي بتحصل على طول. المفروض المعجزه انتهت بنهايه النبي موسى خلاص بعد موته، لكن لما تتكرر كتير تبقى دي ظاهره طبيعيه. ما تقحمش بقى دي عشان ما تعملش لنفسك مشكله، عشان تحافظ على ايمانك وتحافظ على العلم. طب في حاجه تانية؟ طب والمعجزه بتاعت الضرب
العصايه بالبحر دي هي حصلت في مصر، عندك حق، عشان ما ننكرش فعلا المعجزه بتاع ضرب العصايه شق البحر حصلت في مصر، بس حصلت امتى؟ حصلت في عهد الملك سنفرو ابو الملك خوفو، لما كان مره كانوا قاعد في المركب بتاعه، المركب الملكي، والكورال عمال بيغني والجوقة عمالين بيعزفوا وبتاع، واخر جمال حفله جميله ملكيه على النيل وهو بيتفسح وقاعد بيدلع نفسه، لحد مره اللي هي المايسترو بتاعه الفرقه والتخت اللي حصل لها ان كان عندها حلق، كان في مش فاكر صراحه النص البرديه الاسطوره يعني، الحلق كان على شكل سمكه، هل حلق ولا سلسله انا مش متأكد، اعتقد قلاده او كسلسله على شكل سمكه، وقعت منها في نهر النيل. مره واحده الملك سمع ان الدنيا هديت وسمع صوت نحيب براها، فبيسال فيه ايه، بلغوه ان هي رئيسه الكورال او رئيسه التخت وقع منها القلاده بتاعتها في الميه وعشان كده حزينه. فطبعا الراجل قال ازاي دي مهمه جدا عندي، فامر احد الكهنه يقول له الكاهن الاكبر حصل كذا 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 كذا، رجع لها تاني طبعا بكل بساطه، فطلع الكاهن عصا تحوت، عصا الحكمه، وضرب بها النهر فانفلق كل نصفين كالطود العظيم، وجاب لها السمكه وضرب بها مره تانيه فرجعت الميه زي ما هي، وعاد السرور وكله انبسط وضحك حتى ابتلت لحيته. يعني هي دي القصه اللي شبيهه اللي انت عاوز تقول عليها ضرب العصر، دي في الاسطوره المصريه وفي الدوله القديمه اصلا قبل ظهور النبي ابراهيم نفسه. هل انت عاوز تقول ان ده دليل على وجود النبي موسى فينا؟ طبعا ما ينفعش، انت كده بتاذي نفسك. بمعنى ايه بتاذي؟ بتاذي عاطفتك، ان انت هتلاقي ان الدين مش الاثار مش هتوافق على دينك او عقيدتك، وهتبوظ علم الاثار. ادي حاجه. حاجه ثانيه، ده موضوع اصل، بصوا الزخم بتاع النبي موسى كبير جدا وقصته طويله، فهنلاقي له ليه اسقاطات ثانيه برضو عندنا هنا في مصر. تعالوا نشوف، نرجع تاني للملك رعمسه الثاني. لا هو استنى، شوف الصوره كده معلش اللي قبلها، اللي قبلها كده. لا لا تمام، ارجع بقى تاني ليها، خلاص يبقى احنا دي ما لهاش صوره. الملك رعمسه الثاني في لوحه كوبان بيقول ايه؟ اول حاجه عاوزين نعرفه هو في مشكله للملك رمسيس الثاني مع كوش. مين هم كوش؟ كوش اللي هم اثيوبيا. حلو؟ كوشيين بالظبط، الله يفتح عليك. تمام. بيقول ايه؟ بيقول امون قد وضعت العداله في مكانها واستقرت الارض وارتاحت السماء وسر التاسوع، التاسوع اللي هم التاسوع الاساسي اللي هم قلنا بتوع عين شمس من اول اتوم لحد ايه؟ وزير. بصفاته وارتاحت السماء وسر التاسوع بصفاته الثور والشجاع امام اهالي كوش. التور، كلمه التور على فكره تعتبر مدح عند المصري القديم عشان نبقى عارفين يعني. امام اهالي كوش ودمرهم وطحنهم بقرنيه وشهرته العظيمه في النوبه. ورهبته وصلت او ضربت الخاسئين. طبعا ومش عاوز اقول الاسم عشان الحاجات دي ممكن تتعرض على اليوتيوب، اللي هم اصحاب البشره السمراء تحت. حلو. وحوافره تدوس كوش. طبعا واضح جدا مشاكلنا الاساسيه غير الاقواس التسعه، مشاكلنا طول عمرها مع كوش، مع اثيوبيا عامله ازاي، ولحد دلوقتي هم اساس مشكله الافروسنتريك عشان يحتلوا تاريخ مصر، وهم اساس مشكله سد النهضه، وهم اكتر حليف لاكبر دوله عدوه لينا جنبنا، احنا عارفين عشان خاطر بينسبوا نفسهم ان هم اتباع لبلقيس او ابناء بلقيس والسبأ، والناس دي طول عمرهم عاملين لنا مشاكل، خطر حقيقي بيجي من الجنوب، دي حاجه معروفه تاريخيا ما فيهاش نقاش. تمام. في مشكله من معانا من ايام رمسيس الثاني اهو مع كوش. حلو. هنلاقي بقى، اسمعوا بقى القصه بقى دي وفتحوا كده ودانكم معايا كويس قوي عشان هنلاقي فيها شويه مفاجآت حلوه. في برديه ذكرت، بتقول ايه البرديه دي؟ ان كان ان للملك رعمسه الثاني كان ليه ملك ابن اسمه خاع ام واسط. خاع لوحدها معناها يظهر او يشرق، ميم او ام اللي هي فيه، واسط اللي هو يقصد بيها طيبه الاقصر يعني والصعيد، يعني معناه هو الذي يشرق في الصعيد او في طيب. وكان برضو كان يلقب باسمه ساتني. حلو. كان متجوز بس
كبر في السن وكان عقيم ما انجبش يعني حظه انه ما انجبش يعني. فالمهم طبعا بقى ايه اللي حصل، ان مراته حلمت ان كان النترو جايين يقولوا لها انت في روح دخلت في شجره قرع او ثمره قرع، حاولي تاخدي القرع ده وتحاولي تجففيه، وبعد كده مش عارف تطحنيه وتعمليه بطريقه معينه وتشربيه، في الاخر بعد ما تعملي كل ده هتحملي في طفل جميل جدا، طفل الهي اسمه سي اوزير. سي اوزير سي ايه؟ احنا بنقول على فكره لحد دلوقتي اللي هو سي عمر، سي فلان، سي السيد، سي كذا، سي محمد، سي جورج، سي ديت معناها الرجل اصلا يعني، اما سا ابن، سي اللي هو الرجل او يعني بعد كده اعتبرت كسيد يعني. المهم ايه المهم لما خلفوا الطفل ده لقوا ان له قدرات عجيبه جدا وقوي جدا، فبيعمل حاجات رغم ان ابوه يعني تخطى، رغم ان ابوه كان مهتم بالسحر لكن هو تخطى كمان قدرات ابوه. لحد في نفس التوقيت دوت حاجه غريبه حصلت، في ساحر جاي من كوش جاي بيتحدى المصريين وبيتحدى الملك رعمسيس الثاني. قال انا والله انا هعمل حاجه، لازم اسر الملك رعمسيس من اول مصر واسره عندي في كوش انتقاما منكم يا مصريين. يعمل ايه بقى؟ جاب ورقه ملفوفه وكتب فيها موضوع معين وتحدى اي مصري يعرف يقرا اللي جوه الورقه دي وهي بلفتها جوه مقفوله من غير ما يقراها. لو حد عرف قراها هيعتق الملك رعمسيس الثاني ومش هيخطفه، ولو ما حدش عرف يقراها يبقى هو خسر الرهان وهيخطف الملك ويأسره عنده في كوش كنوع من انواع اذلال المصريين. طبعا ولا ساحر عرف يقراها لان الساحر ده كان سحره عظيم. مين اللي عرف يقراها وتحدى الموضوع ده لما لقى ابوه حزين وبتاع وان جده هيتاذي؟ اللي هو سي اوزير. قال له انا هعرف اقرا، فما صدقش فقال له طب جربني، وفعلا قرا التعويذه اللي جوه الورقه اللي جوه، فاتغاظ الملك الكوشي جدا لما لقى ان هو هزم. ايه الواد ده؟ فقرر انه يعمل تحدي جديد عشان يأذي الملك رمسيس. خدوا بالكم الكلام اللي جاي ده. اشعل النار في القصر، قام جاي مولع في القصر. يعمل ايه بقى؟ طبعا الساحر سي اوزير قام جاي قرا تعويذه لحد ما اتجمعت السحب وهطلت الامطار على النار واطفات النار، فاغتاظ الايه السحر الكوشي اكتر، فقام جاي مره واحده هو عمل تعويذه وجاب سحب سوداء كثيفه جدا فوق القصر لدرجه ان مصر اظلمت والمنطقه كلها اظلمت في ظلام دامس. فعمل ايه سي اوزير؟ طبعا ايه عمل في الاخر؟ طبعا عمل تعويذه لحد ما في الاخر انقشعت تلك ايه تلك السحب، الغاز اكتر. طب انا بقى هتحداك في الكبيره. فجمع الساحر الكوشي حباله وعصيه ورماها على الارض، فاذا هي افاعي تتحول الى افاعي، وطبعا بدات ايه كانت هتنهش في الناس وتاكل في الناس. يعمل ايه سي اوزير؟ قام جاي خلع حزامه ورماه في الارض فتحول الى افعى ضخمه تلقف ما ايه ما افك هذا الساحر الكوشي. ده اللي عمله سي اوزير. حلو. بعد كده حصل ايه؟ طبعا اغتاظ. ايه ده؟ لا 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 ده انت كده مش نافع معاك حاجه، مفيش حاجه بتنفع معاك خالص يعني. يعمل ايه؟ قام جاي سحر الملك رعمسيس الثاني ودخله جوه مقصوره يعني حجريه عشان ما يقدرش يخرج منها، حبسه. فقام جاي سي اوزير رد عليه رد بسيط جدا برضه بتعويذه، جاب له مركب سماوي وبحيث ان هو تعلق فيه الملك رمسيس الثاني وهرب من السماء من تلك المقصوره الحجريه. اخر ما زهق بقى خالص الساحر الكوشي ما لقاش فايده، قبل ما يقضي عليه سي اوزير عمل تعويذه على نفسه وبقى خفي، بقى مختفي. قام جاي سي اوزير طب والله ما انا سايبك. جايبه وعمل عليه تعويذه وحوله لطائر، وهو لسه بيطير راجع لكوش بيهرب لقفه طائر مفترس او جارح في الهواء واكله وقضى عليه. لحد هنا بقى بتخلص اسطوره ساحر كوش. بعد كده كل الناس بتلتفت بتلاقي ان سي اوزير اختفى، وقبل ما يختفي بيقول لابوه انا اسف انا هسيبكم في العالم ده، لكن اصلا انا ده انا مش دي حقيقتي، انا حقيقتي كنت موجود في ايام الملك تحتمس الثالث اول مؤسس الامبراطوريه المصريه، وكان في ساحر كوشي قديم اللي هو نفس الساحر ده كان عاوز يعني اصلا برضه يقضي على ملكيه مصر ويهين مصر، لكن انا تخطيته لما عرفت ان هو راجع تاني في عوده ابدي مره اخرى. وطبعا كلمه الحكايه ان هو يرجع تاني ديت دي جديده على الفكر المصري، المصري ما عندوش تناسخ، لكن رجع تاني فكره العوده راجع تاني، فانا لازم كنت اتصدى له وروحي
ترجع له من اول وجديد عشان احمي مصر وكرامه مصر من كوش. واخدين بالكم؟ طيب انت حاجه دليل اهو، يبقى معنى كده ان المصريين سرقوا قصه النبي موسى لما رمى العصيان وبتاع وايه، وطبعا هو ايه ولقفت ما يأفكون، والدليل ان ايه ان الساحر الكوشي عمل كده والمصري اللي تصدى له. الحقيقه ان المصري اللي تصدى له، ادي اول حاجه، لكن موسى كان عبراني. ادي اول حاجه تضرب العلاقه ما بين ان انت عاوز تقول ان ده دليل على وجود موسى في مقتل موسى عبراني والساحر مصري، يعني المفروض انت بتتحدى المصريين مش بتتحدى العبرانيين. تاني حاجه المقابل ليه كوشي، صحيح ان كان في علاقه بين العبرانيين والكوشيين دي حاجه معروفه يعني بشكل ما، لكن هو عبراني والتاني كوشي. ادي اول حاجه. النبي موسى عليه السلام بقى لما جاء تحدى الفرعون، فرعون ويعني فرعون مصر في الوقت ده والصحراء، عمل حاجتين مفيش غيرهم، ايتين مفيش غيرهم، واحده اللي هي يخرج جادهم بيضاء من غير سوء، والتاني حاجه هو ايه التحدي بتاع العصيان. ما في، هل في معجزه تانية اتعملت؟ طيب لكن احنا هنا شايفين معجزات كتير، او يعني مش معجزات، العاب سحريه كتير اتعملت، من ضمنهم اللي هي موضوع العصي، دي حاجه هامشيه جدا. والعصا اللي قبل كده شفناها في موضوع قبل كده اللي هو لما شق النيل. فانت جاي في حاجه صغيره عاوز تثبت لاي حد ان هو ده موسى، لا انت كده مشكله، بتعمل لنفسك مشكله كبيره، لان هنا في حاجات سرد تاني مختلف تماما عن القصه الموسويه، ما تنفعش تطبقها 100%، ما ينفعش. لكن انت بقى عاوز تخش بقى في مقارنه الاديان، برضه هتتعرض لمشكله، لان احنا عارفين الاقدم هو الايه بيدي للاحدث. تمام. المهم طبعا في نهايه بقى الاسطوره، بقى طبعا لازم تبقى الاسطوره نهايتها حلوه، ان بالصدفه بقى ان في الاخر خالص زوجه ساتني او هو خاعم واست بتحمل في طفل وبيسموه سي اوزير برضو، ده في النهايه. طبعا احنا كاننا بالظبط بنشوف سيناريو فيلم هوليودي على فكره. صح؟ وان مش عارف يحمل بيه ويطلع في الاخر روح الشيطان وده روح الملاك، عاوز يعمل ايه؟ ده فعلا والله سيناريو ممتاز لفيلم هوليودي. انا مش عارف ليه والله هوليود ما تعملش القصه دي، بدل ما يقعدوا يخرفوا في حضارتنا ويعملوا حاجات هتبقى روعه. طيب تمام. نيجي بعد كده ليه عدي بقى دي بعد اذنك عشان انا عديها. لا لا شيل ده شيلها. تمام كبره. عندنا تاني حاجه في، لا ومش تاني بقى، ده رابع حاجه بقى. مين بيقول لك في اهم من اهم الانبياء اللي اثروا في مصر وفضلوا في مصر فتره طويله هو مين؟ النبي يوسف. حلو الكلام. النبي يوسف قصته كلنا طبعا معروفه، وغالبا ما يعني ما فيهاش اختلافات كبيره قوي بين التوراه والقران يعني تقريبا. فكل يعني الناس المفروض ان هم عارفين ان هو المفروض طالما توجد في مصر يبقى لازم ليه اثار. يعني كان راجل وزير وحاجه تقيله قوي يعني في الدوله، وجاب كمان العبرانيين وغيرهم. طيب بعض اللي هم بيحاولوا يقحموا الدين في العلم مصرين ان يويا هو النبي يوسف. مين هو يويا ده؟ يويا ده كان عباره عن راجل من اخميم من سوهاج، راجل صعيدي اصلا. حلو. كان عباره عن وزير للملك امين حتب الثالث اللي هو زوج الملكه تي وابو اخناتون. فده كان وزير مقرب ليه، كان من طبعا القابه، هو من اهم القابه طبعا هو مشرف العجلات. طبعا هو اللي كان مقرب وابن ابو الاله، من القابه ابو الاله، مشرف العجلات ومساعد الملك. ايه ده شفت؟ اهو مساعد الملك يبقى وزير، يبقى هو ده سيدنا يوسف. سيدنا يوسف اهو. بجد انت متاكد؟ طب تعالى نشوف اذا كان هو سيدنا يوسف ولا لا. اول حاجه ان اللي اعتمدوا على فكره مشرف العجلات دي كمان يقول لك ان هو ده سيدنا يوسف. ليه؟ لان المصريين القدماء ما كانوش عارفين الحصان اصلا ولا عارفين العجلات الحربيه. الحصان حيوان دخيل على مصر بسبب الهكسوس هو والعجلات، زي ما الفراخ حيوان دخيل على مصر على فكره. الفراخ طائر حديث بالنسبه للمصريين، ما كانوش يعرفوا غير البط والوز
لكن الفراخ بس هما الحاجة الدخيلة والحصان. فكل الكائنات الدخيلة دي احنا لازم ناخد بالنا بقى، ما هنا بقى الانثروبولوجيا، ننتبه امتى اتقال على ده لقب كذا، امتى ده اسمه كذا، الحيوان ده دخل امتى، الانسان ده أو العرق ده دخل امتى، بتفرق كتير جدا. يقول لك طب الله دليل على كده ان هو بتاع عجلات حربية بيفهم في ركوب الخيل وقيادة العجلات الحربية، اذا هو من اصول هكسوسية. يبقى معنى كده ان انت احنا بنقرب جدا ان اصوله عبرانية. وبعدين كمان بص شكله، كبر لي شوية وبتاع، كبرها كبر نزل. بص الكيوت ده المفروض ده تحس ان هو كأن صورة بنت او صورة يعني او طفل مثلا مراهق كده شاب كيوت بتاع كم، يا سلام على عينه والحاجات المنمنمة والخدود الله. وكان يوسف جميلا لدرجة النساء كانت بتسحر منه، لدرجة هما قطعنا ايديهن وهما بيشوفوا من جمالهم يعني. وامرأة فرعون امرأة الملك ما استحملتش وايه وسابت له نفسها وقالت له هيت لك من جماله. طيب هنشوف بقى صورة ادق تاني ليه، جري اللي بعديها. في حد فينا اللي جايبها لك المفروض مش مترتبه. انا جايبها لكم بس صوره مقربه عشان كبرها تشوفوا ملامحه الكيوت. ده المفروض اللي هو ما يقال عنه هو النبي يوسف، تمام. كان متزوج من امراه اسمها تويا. تويا دي كانت ابوها كان كاهن للنتر مين اللي هو نتر الخصوبه والقوه الذكريه والكلام ده. لان ليه؟ لانهم في اخميم، واخميم هو اخميم هي المدينه الاساسيه بتاعه النتر مين. وكانت امها بقى كانت وصيفه الملكه طبعا والمشرفه على الملابس ومغنيه النتر امين. امين اللي هو امون، ما اسموش امون على فكره، غلط، الاسم الادق ليه هو امين. ومغنيه بتاعته طبعا. و فتزوج طبعا، هي واحدة واصلة زي ما بيقولوا، وهو كمان راجل واصل، فلازم هيقابلوا بعض ويتجوزوا، تمام، فده طبيعي يعني. فهل ده دليل على ان الراجل ده عبراني؟ طبعا شوف اول حاجة الراجل ده، بعد كده شيل الصورة. احنا قلنا ان هو من اخميم، تمام، وطالما هو من اخميم اذا هو مش عبراني. ادي اول حاجة ما ينفعش يكون يوسف. تاني حاجة ممكن يقولك لا اصله هو من العبرانيين او من الاسيويين مش العبرانيين اللي هاجروا واستقروا في اخميم. طب تمام خليني معاك لاخر لحظه. تعال نشوف بقى كده بشرته، دي الموميا بتاعه يويا نفسه. شفنا شكله كيوت ازاي في الاول، دي الموميا بتاعته الحقيقيه. اول حاجه هنلاحظ ان في الصوره القديمه ان الدقن كانت مدببه شويه، هنا الدقن عريضه في اختلاف. هنلاحظ ان هنا الملامح اقسى من الملامح اللي منحوته على التابوت القناع الذهبي بتاعه اللي احنا شفناه من شويه، وحتى في تابوته الخشبي. طب ازاي الكلام ده؟ اول حاجه لازم نعرف ان معلش ان الفنان اللي بيصور دايما بيعتمد على فكره التجميل. انت مستحيل فنان تشكيلي وهو بيعمل لك بورتريه هتطلع انت بالظبط، انت لازم الفوتوغرافيا بس اللي تطلع بالظبط. حتى الفوتوغرافيا صورنا في البطايق كلها ما يعلم بقى الا ربنا زي الزفت. يعني مش اي كاميرا كمان اطلعك حلوه او تطلعك حلوه، مستحيل. فيعني فبالتالي الفنان كمان لازم يعمل عمليات تجميل. وفي برضو على فكره زي كليوباترا معمول لها عمليه تجميل في التصوير، ونفرتيتي وكل ملوك كتير جدا ملامحهم مش بالظبط زي ما هي دقيقه كده. طب وانت يا عم ماجد انت تعرف منين ده راجل محنط؟ هتعرف منين؟ لا بنعرف، والدليل على كده هنشوف. اطلع لي بقى وقت صوره الملكه تي، موميا الملكه تي. اوكي ليه انا جايب الصوره ديت بالذات؟ الملكه تي هي المفروض بنته، هي بنت يويا وبنت تويا. مين الملكه تي او تيا؟ هي زوجه الملك امين حوتب الثالث، وهي ام اخناتون. والملكه دي من عظمتها هي من اهم ملكات مصر، لان زوجها ادالها مكانه كبيره جدا جدا في الحكم، وصورها جنبه على قده بالظبط، اللي هي اقصر منه ولا حاجه، ويعني كان وعمل لها قصر وكان مهتم بيها جدا وبيحبها جدا. على الرغم كده طبعا كان ليه زوجات تانيين وبتاع، كان بيفضلها عنهم كلهم يعني. فهنلاحظ خد بالكم الكلام هنا، ان المفروض دي طالما بنته تكون قريبه من ملامحها،
من ملامحه هو صح ولا احنا مش هنتكلم على تويا، احنا بنتكلم عن يويا على اساس ان هو يوسف. هنلاقي برضو فعلا ان الملكه تي اصلا دي الموميا بتاعتها موجوده في متحف الحضاره هنا اهو، ممكن اي حد يقدر يروح يشوفها. الملامح بتاعتها رقيقه جدا على فكره، وده بالذكاء الاصطناعي حاولوا يعني يقربوا يا ترى تكون ملامحها قريبه من هي. جميله جدا وكيوت، وهو واضح ان هو كان وسيم بس كان ميت وهو كبير في السن، لان احنا هنشوف حتى في مقبرته في جداريته ان هو واقف وشعره ابيض وهو بيقدم قرابين للايه للنترو، وشعره ابيض ده يا ترى هل هو لابس باروكه ولا هو شعره ابيض عشان مات وكبر في السن. هو بالمناسبه كان طويل جدا على فكره، اطول يعني من بقيه المصريين، عشان كده برضو بيشكك ان هو احتمال يكون ايه، بس هنعرف برضو دلوقتي. فبالتالي وكمان عاملين بشرته لونها هو لون البشره بتاعت الرجاله المصريين اللي بتصور في الجداريات، لما يجي بيصوروا اي حد اسيوي او غير مصري بيدوله لون مختلف، لكن المصري يقول لون اللي هو البني المحمر، عشان واما الست لما بيصوروها المراه لما بيصوروها ببشره فاتحه. طبعا عارفين ولا مش عارفين السبب؟ السبب طبعا عشان الشمس، لان الراجل اغلب الوقت بره البيت في الغيط او هو في المحاجر او في معمل بتاع نحاتين، اما الست اغلبها وقتها في البيت، فبالتالي ما بتتعرضش للشمس اكتر فبشرتها ما بتغمقش. فطبيعي ان واحد يكون مولود في اخميم وعايش في اخميم لازم بشرته تسمر، دي حاجه بعيده جدا. ومش عارف ليه بيتهموا المصريين ان هم يعني على اساس ان هم وحشين وان العبرانيين هم الجمال، يعني دي حاجه غريبه برضو. يعني ايه المشكله لما يبقى مصري حلو وسيم او واحده ست مصريه وسيمه وجميله؟ هنا بقى شايفين دي التمثال، راس التمثال اللي بيدعوا انها للملكه تي. هل الملامح دي، انا اسف الكلمه مفيش حد وحش طبعا، بس يعني مش مقاييس جمالنا اللي احنا معتادين عليها، هل الملامح دي تنفع تكون للموميا اللي فاتت؟ هل الملامح دي تنفع تكون للموميا اللي فاتت؟ خالص خالص، ده الموميا اللي متحنطه المفروض بيخوفوا بيها العيال وبتطلع في افلام الرعب اجمل من ناحيه التمثال. والغريبه بقى من كده ان التمثال دوت معلوش اسم، ومش عارفين اكتشف ازاي وامتى وجا منين، بس هو بالعافيه الملكه تي. طبعا معلش من غير معلش بقى، ده شغل بقى انثروبولوجيا، بس لازم نستخدم فيه المؤامره لانها احتماليه كبيره هنا. لما تكون الملكه تي هي الوحيده اللي وقفت ضد نفرتيتي واخناتون ضد دعوتهم، ولما نعرف ان اخناتون هو اهم ملك مصري عند اليهود هنعرف هم ليه بيحاولوا يشوهوا الملكه تي، زي ما هم كده بالعافيه بيحاولوا يسرقوا اثارنا ويقولوا ان هم اللي بنوا الاهرامات، وده من ضمن عشان كده احنا لازم ندرس اثار كويس قوي ونقف لهم بالمرصاد، لان عدم دراسه الاثار هتخليهم يقولوا اصل موجود في التوراه وفي القران اهو والله بنيت ايه، هو مفيش في القران اصلا ولا التوراه اهرامات اساسا، بس هو بيقول ان هو ساعده في البناء الطين، والاهرامات اصلا مبنيه بالاحجار مش بالطين، الاهرامات مبنيه بالاحجار. فما فيش حتى احجار، ايه قصدي احجار من محاجر مش طين، معناها طين لبن اللي هو معمول او محروق او طوب الاحمر. ادي اول حاجه. خلاص خلصنا تي. تاني حاجه نرجع بقى تاني معلش ليويا عشان بس واحنا بنتكلم عنه هنلاقي ان يويا نفسه في مقبرته مكتوب كتاب الخروج في النهار. ايه كتاب الخروج في النهار ده؟ اللي هو مشهور عنه كتاب الموتى، اللي هو بيحدد او التعويذ اللي بتخلي الميت يضمن مروره في 12 ساعه او في عالم او ما يسمى مجازيا، مش حدش يمسك فيها عشان الكلمه دي غلط في المصريات، بس يعني عشان نقربها للناس، البرزخ اللي هو ما بين عالم الاحياء وعالم الاموات، في فتره المرور دي اللي هي بتمر نفس الفتره بتمر بها الشمس رعى 12 ساعه برضو من اخطر مراحلها الى ان تشرق من جديد، فالحاجات دي بتساعده عشان يخرج تاني الى النهار في عالم العيار او 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 جنه اوزير في العالم الاخر، بالظبط زي ما راع هتخرج من اول وجديد في بدايه جديده ويوم جديد وبعث جديد. فمن هنا بدا البعث. هو المصري جاب فكره البعث منين؟ ان الشمس كل يوم بتطلع، وما دام الشمس دي اهم حاجه عنده وهو اللي بيحترمها يبقى اكيد هو كمان لازم يبعث عشان يحاسب على اعماله. فمن هنا المصري جاب فكره البعث، والبعث ده حاجه مش منتشره في الاديان كتير بتاعت زمان، خلي بالكم يعني في اديان كتيره دهريه،
في أديان كتيرة بتناقش البعث بشكل تاني خالص، زي التناسخ والدورات السبع دورات في الأديان الهندية أو شرق آسيوية، في مصر لا. فلما يبقى فيه نبي يقول للناس اللي كانوا معاه في السجن أرباب متفرقون أم الله الواحد القهار، يروح يقول أنا بدي قرابين لأزير ومش عارف والمين والمين ويعديني عشان أبعث من أول وجديد، وبيتكلم بصيغ اللي هم الآلهة المتفرقة اللي كان بيقصد بيها النص الديني، يبقى ده أكيد مش يوسف. إحنا واصلين الفكرة دي؟ مدام إن النص الديني والمتون اللي موجودة في مقبرة يويا نصوص مصرية تماما، إذن هو مش يوسف. أدي حاجة. الحاجة التانية إن كمان النبي يوسف الجثة بتاعته حسب التوراة تتحنط فعلا، بس خدوه معاهم لفلسطين، لكن يوسف فضل موجود في مصر والموميا بتاعته اهي واحنا مكتشفينها، يبقى برضو مش يوسف. ادي يويا وليس له اي علاقة بالنبي يوسف، وادي برضو تم تفنيد خطأ كبير في اقحام الدين في علم الاثار. تمام، خلصنا يوسف. عندنا تاني في حاجة طبعا بيدعوا بيها انه هو الملك ششنق او ششنق. هذا الملك باختصارا طبعا هو يقال انه هو امازيغي، هو ليس امازيغي، هو من اصول امازيغية، من اصول امازيغية من عائلات قديمة، واهله جم من سيوة، من واحد سيوة، ثم استقروا طبعا في مصر من مدة طويلة، وهو اتولد في مصر، وابوه كان ليه املاك، وابوه كان مصري متمصر تماما ومؤمن بالعقائد والفكر المصري. حلو. طبعا عشان خاطر عندنا مثلا الملك ششنق، هنلاقي في سفر الملوك الاول الاصحاح 14، وفي السنة الخامسة للملك الملك رحب عام صعد ششنق ملك مصر الى اورشليم، واخذ خزائن بيت الرب، واخذ جميع تروس الذهب التي عملها سليمان. ده في التوراة. طيب هنشوف بقى الملك ششنق بقى. طبعا احنا عارفين الملوك المصريين اول ما بيغزو او بيروح اي مكان او يخمد اي ثورة لازم يتفاخر بده بشكل، يعني ويقول ده انا عملته وعملته ومسكتهم ويمسكهم، هو طبعا ماسك الاسرى بطريقه معينه ويسرد هو عمل فيهم ايه. حلو. المشكله ان عندنا في اثار ششنق في الموضوع ده بالذات في غزواته ما نلاقي غير جداريه في المعبد الكرنك. حلو. كاتب اغلبها ممحي، اغلب اسماء الاماكن اللي هو تم غزوها او تاديبها ممحي، ما عدا بعض الاسماء اللي احنا مش عارفين هي بتاعه مين. وفي اسماء ليه ششنق اول مره تتذكر ما تذكرتش في الملوك اللي قبله، يعني كل الملوك اللي قبله برضو قالوا احنا دخلنا وعملنا وخلصنا. هو على فكره طبعا هو بعد رمسيس الثاني بكتير، لان ده كان في بالظبط. فبالتالي هو قال اسماء كتير. طيب التوراه ذكر اورشليم، يبقى لازم ششنق يذكر ان هو دخل اورشليم وادبهم. ما فيش ولا كلمه اورشليم في جداريه ششنق خالص. يعني معنى كده ان اصلا ان هو في حد ذاته ما كانش رايح لاورشليم ولا مدينه الرب ولا والاحساس اللي هو بانطباع اللي بتحاول يعني تديه. هنا التوراة انا بتكلم بمنظور العلم مش من الدين، ان هو في مملكه ضخمه لسليمان وهو خد راح خد التروس وخد وبتاعه ايه ودمرها جايله لوحدها بس، وان هي مسيطره على كل مكان. ومن الاماكن اللي هو ذكرها دي من ضمنها حاجات كتير جدا في فلسطين احنا ما نعرفش القبائل دي مين اصلا. هو قايل ان هو رايح في فلسطين، يعني في كنعان، مش قايل رايح في حته تانية، وما ذكرش اورشليم. اذا هي كانت يعني عشان كده هنشوف ان علماء الاثار هيقولوا ايه على اورشليم في اخر الندوه عشان طبعا ما نطولش على حضراتكم. يعني ادي اول حاجه ششنق طبعا خلاص بطل ملوش علاقه خالص بالقصه، ان عشان تثبت لي ان هو عمل كده الاثار بتقول ان ششنق اصلا ما جاش جنب اورشليم من ناحيه، ولا في حاجه تثبت ان هو خد تروس وعمل كل اللي انتوا بتتكلموا عليه ده. حلو. ادي حاجه. كان عامل حمله عامه على فلسطين طبعا. حلو خلاص. لا ده اسماء المناطق اللي ادبها او كان تاديب، لانها كانت تبع المملكه المصريه وكان عام كلها تبع المملكه المصريه. ششنق تمام خرجنا منه. بعد كده عندنا حاجة تانية كله طبعا حاطط العين عليها وبيستدل إليها، هي لوحة الملك مرنبتاح ابن الملك رعمسو الثاني اللي هو في الأسرة 19.
ليه لوحه ميرن بتاح بالذات زي ما احنا شايفينها فيها لوحه بيسموها لوحه النصر او لوحه انتصارات بتاعها، فيها كل المناطق اللي دخلها وحاول برضو انه يخمد صورتها او حاول يعني او ياخد منها الجزيه حسب بقى طبعا كل مكان. هو بيذكر طبعا مناطق واسماء كتيره لحد ما يجي على طبعا هنطلع ونجيب بقى اللي قلت لك عليه. دي الاول بعد كده هتجيب لي دي الاول لحد ما يجي في كلمه بالمصريه القديمه، طبعا هو بنحاول بنكبرها لكم من جوه لوحه النصر، بتقول ايه البتاع ديت؟ فبرت بن فكت يزريار، فبرت بن فكت يزريار. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده معناها ان هو قد تم القضاء او تدمير بذرتك يا يزريار. ده جزء من ضمن الحاجات الحملات اللي راحها ميرن بتاح في كنعان او فلسطين. يعني تم قال لك بس امسك عندك يزريار، اهي اكبر دليل على ان في اسرائيل. يزريار تترجم اسرائيل ازاي؟ لا اصل احنا ممكن ان حرف الراء يتحول الى لام فبالتالي تبقى يزريل، اذا انت عامل ان هي معامله اسرائيل. اول حاجه طبعا عشان تعالى نفند الكلام ده بالراحه كده خالص، او يعني عشان يعني نوصل لمعنى حاجه معينه، هل المعنى ده ولا لا. اول حاجه ان كلمه طبعا فبرت زي ما احنا قلنا دي معناها بذور، تمام، وكلمه فكت او فكت دي لوحدها معناها تدمير، كلمه جايه حتى منها بعد كده بالبلدي فك، هو معناها ان هو ده تدمير او تخليص انهاء، كل ده بمعنى الموضوع ده يعني. ويزريار. طيب البذور اللي احنا بنعنيها فيه بعض المؤرخين كتير او في علماء المصريات قال لك المقصود بيها هو مش انه خلينا نقول ان هي اسرائيل، بس المقصود بيها مش ان هو شعب اسرائيل هو اللي تم افنائه، المقصود بيها هو افناء البذور، عشان كده بيقول قد تم تدمير بذره يزريار. فكان في مخزن للبذور في المكان ده او مكان زراعي، فاحنا دمرنا لهم زراعتهم بحيث ان هم ما يقدروش يزرعوا تاني. ده بعض المؤرخين. الحقيقه انا كنت مقتنع بالمبدا ده لحد ما انت برضو دققت شوية واكتشفت ان المفروض ان في مبدأ تاني انا لقيته ان هو الصح، ان المخصص، في حاجة اسمها المخصص في اللغة المصرية اللي هو معناها عشان اعلم او افهم هو بيتكلم عن مين، فهنلاقي في الاخر ان في بعد كده هتجيب لي اللي بعديها راجل وست قاعدين وتحتيهم ثلاث شرط اهو، فكتو يزري يار، فكتو ريزريار. هنا بقى ده حاجه اسمها المخصص، هو بيقصد شعب هنا اهو. ليه؟ هنلاقي في راجل وفي ست وتحتيهم ثلاث شرط رمز الجمع، اول ما يحط لك جمع تعرف ان هي مجتمع مجموعه، الجمع عند المصري القديم بيبدا من ثلاثه برضو، تمام، عشان كده حاطط ثلاث شرط الرمز يعني. فده المخصص بيقول معنى كده انه يقصد شعب، ما بيقصدش ايه بذره او مكان. ادي اول حاجه. طب كل ده بقى بيدل على انهم اسرائيل. طب تعالى نفند الاول يعني ايه كلمه ريزيار. اول حاجه كلمه يزر لوحدها سوري يارو دي لوحدها اصلا ايه؟ يارو ديت اللي هي الجنه المعشوبه واللي فيها عشب كتير، فيها نبات كتير عند المصري القديم، كلمه يار يعني ادي اول حاجه معناها ايه؟ عشب، بوص، مكان زراعي، احراش، تمام. ان وكمان في نقطة بالمناسبة كده عشان خاطر الإظهار، كلمة إيار أصلا اللي هي جاي منها شهر إيار، آيار اللي هو شهر مايو اللي احنا فيه ده دلوقتي، وده رمز برضو الحصاد ورمز الزراعة والكلام ده كله حتى عند الشوام. فمعنى كده إن الكلمتين في الحالتين فعلا برضو بيقصدوا زراعة عشان ما ننكرش عند المصري. يبقى أول حاجة دي مالهاش دعوة بالشعب، مفيش إيل خالص أهو، احنا قلنا يار لا يارو أصلا مالهاش علاقة خالص بشعب، دي لها معنى في المصري القديم وتعني زراعة. فين إيل؟ ما هو إسراء إيل ده كلمة مختلفة تماما، مصارع إيل. إيل هنا الله، هنا اللي هو رمز الله، فين؟ مختلف تماما عن يارو. إذا المصدر الكلمة هنا غير المصدر الكلمة هنا في إسرائيل. أدي أول حاجة. وبالنسبة نفس الحكاية برضو أصلا على فكرة، يعني نفس الحكاية في إيسر برضو بتعني العشب والبوص. يبقى هو بيتكلم عن منطقه كلها اعشاب ودمر بذورها
لكن هل هو مسمي الشعب ده اللي موجود اللي كان بيزرع هناك او بيعمل كده على اسمه، ولا هو يقصد انه هو شعب عامل طفيلي زي النباتات الطبيعية او زي ما احنا بنسميها النباتات الشيطانية، فعشان كده هو دمر بذورهم تماما؟ في كل الحالات ايا كان يقصد ده وده، في الغالب طبعا هو يقصد شعب وممكن يقصد انتاجه او نشاطه الزراعي. القصة دي مش موجودة في التوراة يا جماعة، فاحنا ما عندناش قصة في التوراة او في القرآن نقدر نشبهها بالقصة بتاعت مرمبتاح. ما قالوش، هم قالوا عن شاشنق بس ما قالوش ان مرمبتاح جاء ودمرنا عن بكرة ابينا. امال هم رجعوا تاني ازاي لو هو دمرهم ودمر بذرتهم؟ ازاي تواجدوا تاني بقى وعملوا مملكة وظهر بقية الانبياء وبعد كده النبي والمسيح وهكذا؟ فاذا انا مش معقول بالعافية، اللي انا مستغرب جدا جدا من بالذات اللي هم المتدينين اللي بيحاولوا يقحموا الدين في الاثار، اقحم قصة مش موجودة في التوراة على اسم شعب موجود في الاثار مش هو اساسا تبع، مش هو اسرائيل، عشان اثبت حاجة تانية في التوراة ان هي حقيقية. طب ازاي قصة مش موجودة اسقطها اصلا على الاثر؟ طب ما كان اولى كان ده شعب بني اسرائيل دوت، لو حد عمل له كده بيقعد يصوت. ده أشعيا فضل يتنبأ لمصر بالخراب ويدعي عليها لمجرد بس ان هم ايه في دماغهم ان احنا طبعا كنا بنطاردهم بعد ما خدوا الذهب المصريين وسرقوه وطلعوا على فلسطين، وفي الاخر بعد ما اتعمل بيه العجل نسفوه رموه في البحر. احنا عارفين طبعا في التوراة ان هو تم يهو امرهم ان ياخدوا ذهب المصريين. فبالتالي ازاي حاجه صغيره زي دي، ده دلوقتي بقت هي فكره اللي هو ده انت عدو السماء، اي حد ينقد نقد كده عابر كده يبقى عدو السماء ليه؟ يعني في مشكله برانويا واضحه جدا يعني الشعب ده، فلازم السرد بتاعه يكبر الموضوع. الحقه ده مرن بتاعه عمل وخلى وسوى فينا لكن ما حصلش، فما تجيش انت بقى بالعافيه تقحم لي يزريار جوه القصه الدينيه التوراتيه وهي مش موجوده اصلا في التوراه. احنا كده ده كده اسمه تهريج مش علم، كده اسمه تهريج مش علم، بجانب ان يزريار ولا ليه اي علاقه زي ما احنا شفنا في لغويا باسرائيل. تسمى المسلة السوداء. ايه المسلة السوداء دي؟ اول لوحة شلمنصر دي يا جماعة موجودة في العراق. الملك شلمنصر بيقول ايه بقى، دي طبعا معمولة في المحفوظ المتحف البريطاني. ده كان ملك اشوري طبعا. اهم ما فيه ان فيه قدامه راجل كنعاني قدام الملك ده مصور كذا شعب بيجي بيديله الجزية وبيقدم له فروض الولاء والطاعة، من ضمنهم واحد كنعاني ساجد قدامه وايه بيديله طبعا. استلم منه ايه بقى؟ استلم منه ذهب وفضه وعاء ذهبي ومزهريه ذهبيه مدببه بالاسفل واقداح ذهبيه ودلاء ذهبيه وعلبه واشياء للملك ورماح. حلو. مين دوت بقى؟ طبعا بياخد مين اسمه الراجل اللي بياخد منه ده؟ ده الراجل ده اسمه يهو بن عمري. يهو بن عمري ده اصلا برضو نفس الحكايه ده على فكره موجود في التوراه، ان هو قدم الجزية الى الملك شلمنصر. هبدا كده بعد اذنك اللي بعديها ده اهو، وزي ما احنا شايفين هو ساجد اللي هو يهو بن عمري اللي هو المفروض يكون ملك لاسرائيل من نسل رحبعام وبيقدم له الجزية. طب هل ده دليل على ان دي دولة اسرائيل؟ الحقيقة لا، لانه اصلا مش قايل برضو في المسلة ان دي ان ده ملك اسرائيل، ده مكرم واحد اسمه يهو، ولان يهو كان اله كنعاني مشهور جدا في فلسطين وكان بيعبد، وزوجته كان تعتبر عشتار، واحيانا في المرحله المتقدمه في اليهود كانت شاكينه. شاكينه اللي هي سكينه اللي هو التابوت بتاعت التابوت اللي فيه سكينه يهو، وشاكينه هو التابوت وغطاه، ودي اسطوره باطنيه موضوعها تاني يعني ممكن نعمل لها حلقه منفصله. فيهو اصلا كان اله معبود مش عند العبرانيين، لا ده عند كل الكنعانيين الموجودين في المكان ده وتجمعوا بناء على الحكايه دي. فمثلا هنلاقي ان بشكل عام ان الالهه لما بتتكرر كتير بيتم تطويرها مع الوقت. يعني احنا مثلا هنلاقي ان النبي ابراهيم بدا بايه؟ كان بيعبد ايل اللي هو الله يعني وابنائه، ما ظهرش يهو غير بعد موسى في التوراه. يهو ظهر بعد موسى في التوراة لأسباب طبعا ايه يطول شرحها، لكن طالما يهو موجود
يهو اصلا ما كانش اله ابراهيمي، هو يهو مجرد اله كنعاني عادي جدا، كان اله البراكين والنار، هو اله ناري اصلا، وعشان كده كان دايما قدام بني اسرائيل قدام معمود من النار بيسقه. النقطه دي مهمه جدا. وبالمناسبه حتى ان هلاقي ان في بعض الملوك لما راحوا بيقول لك ان هم دمروا النار الموقدة او المحارق بتاعه الاله هناك، فمعنى كده ان هو ان الاله دوت اله ناري كان بيعامل معامله اهورا مازدا في ايران، اللي هو شعله النار التي لا تنطفئ، ما كانش مذبح يهودي بالمعنى المتعارف عليه. اذا فاحنا بنتكلم على واحد عادي جدا ملوش علاقه باليهوديه كدين اللي هو ده، لكنه في التوراه ليه علاقه باليهوديه، احنا مالناش دعوه. لكن في هنا في الاثار الراجل ده واحد عادي جدا، واحد جاي يقدم جزيه، ولا قال هو منين، ولا قال ان هو من اسرائيل، ولا قال ان هو من، ادي اول حاجه. فبتاعت شلم الأصفر دي لا تعتبر يعتد بها كحقيقه لوجود بني اسرائيل، لان احنا مش عارفين الناس دول اصولهم منين كمان. علماء كتير بيقولوا ان هم ان نشاه العبرانيين كان مجرد مجموعه من الكنعانيين تجمعوا وانشاوا تلك او هذا العرق يعني. ماشي، اللي بعدها عندنا في المسله اسمها مسله ميشع، ذكر فيها نفس الراجل ده اللي هو يهو بن عمري، واضح ان هو كان متمرمط يعني. ده ميشع ده بقى حاجه تانية خالص بقى، ده واحد اصلا كان موجود بيقول ايه، انا ميشع ابن كموشت ملك مؤاب، كان مؤابي الذبياني، والذبياني ده على فكره اسم ده موجود عند العرب كتير برضو بالمناسبه يعني. في نص طويل في المساله دي، اهم حاجه فيه جعلني الالهه اراه مهزوما هو والهه وبادت اسرائيل. على فكره انا مش هعرف اترجم لان دي مش لغه مصريه قديمه، طبعا دي لغه تانية، اللغه اللي انا ما اعرفش هل هي معموله بالمسماريه او باي لغه، بس هي انا واخدها من الترجمه، فما اعرفش كلمه اسرائيل دي مذكوره ازاي عشان نكون امانه بالعلميه علميا يعني. لكن هو بيقول اما عمري ملك اسرائيل، خدوا بالكم اللي هو ده يهوب نعم، اما عمري ملك اسرائيل اضطهد مؤاب كثيرا، لكن كموشت جعلني اراه مهزوما هو والهه وبادت اسرائيل. هو بيقول انا ابدت اسرائيل. حلو، طب انت بتقول هنا ابدت اسرائيل، معنى كده ان انت باي قصه تانية بعد اللي هو يهوب بن عمري دوت، يبقى هي اصلا ما حصلتش لان هم مش موجودين الشعب ده، فانت برضو السرد التوراتي بتاعك مختلف عن الاثار. ده هو هنا بيقول لك ده انت مجرد انت اضطهدت مؤاب كتير، انا بقى هرد لك وهدمر لك اسرائيل، وانا دمرت اسرائيل وخليه ياخد الجزيه. اذا هي دوله ضعيفه جدا. يبقى لو فرضا ان دي اسرائيل فعلا بالمعنى المفهوم الديني ودوله دينيه، كانت دوله ضعيفه اصلا، ولا ليها مجرد دوله بدو مش قادره تدافع عن نفسها وملطشه اللي رايح واللي جاي. تمام. اذا تكمله بقى، اذهب وخذ بني اسرائيل، فذهبت وذبحت كل سكانها. ده مين بقى الراجل اللي بيقول ده؟ اللي هو ميشع بن كموشت، ذبح كل سكانها وعددهم 7000. واخذت من هناك، خد بالكم الكلام، اخذت من هناك مواقد يهو وسحبتها جميعا حتى وضعتها بين يدي كوش. هنا في مؤامره واضح طبعا مع كوش. حلو، ان هو بيقول مواقد يهو، ما خدش اي حاجه خالص من الكنوز وما قالش المذبح، مواقد ده بياخد كلمه مواقد دي معناها ايه؟ لا توقد النار لاله غير الالهه الناريه اللي هي زي بتكون اصلها فارسي زي اهورا مازدا، لان احنا هنلاقي ان كمان اليونانيين عندهم شعله الاولمب. النقطه دي مهمه جدا، الشعله التي لا تنطفئ. ليه؟ لان اليونانيين اصولهم هند اوروبيين من نفس المنبع بتاع ايران او الجنس الاري يعني. حلو النقطه ديت، خدوا بالكم النقطه دي مهمه جدا. فاخدوا، وعشان كده اليونانيين بيحرقوا الجثث زيهم زي الايرانيين والهنود. الهنود بيحرقوا الجثث لانهم برضه الاريين لما احتلوهم علموهم الحكايه دي. اليوناني زمان كان بيعمل يحرق الجثث ويحطها في فازات ويحتفظ بيها بالرماد بتاعها، ما كانش بيدفن. اذا ان الشعله دي، وعلى فكره موجوده برضه في حكايه النور المقدس اللي بتطلع في اللي بيطلع طبعا في سبت النور في فلسطين، اللي هو طبعا في يوم قبل يوم القيامه، هي نفس الفكره، الشعله التي لا تنطفئ اللي بتشعل لوحدها من الله. ففكره اهورا مازديه تماما، حتى في جبل النار في اذربيجان اللي موجود في ايران، النار بتطلع من الشروق لوحدها بقى لها الاف السنين، عشان كده يعتقد ان هي
بتاعه اهورا مازدا، بس هي طبعا عباره عن مخزن غاز طبيعي اصلا، فبتطلع يعني ظاهره طبيعيه اصلا، ما في غاز طبيعي تحت. لما يقول مواقد يهو ما في مش مذبح، اذا مش هو يهو اللي احنا عارفينه بتاع التوراه خالص، هو يهو مواقد يهو ده بتاع الاله البراكين، واضحه جدا. فين بقى الدين اليهودي هنا؟ مش موجود. اذا لا يصح الاستدلال بده. بعد كده بسرعه كده عشان ايه دي هنا ندخل بقى، فاضل بقى ايه دليل تاني على وجود بني اسرائيل على القصه؟ سدوم وعمورا، القريه الشهيره اللي تم تدميرها بناء على ان هم خرقوا ناموس الرب، ان هم طبعا كان بينهم مثليه وبين الرجال وبعضهم، ف تم العقاب. قصه طويله احنا كلنا عارفينها مش هنسردها، لكن هنوصل لنقطه معينه. ان النبي لوط وهو طبعا هو نبي في الاسلام لكنه ليس نبيا في الكتاب المقدس، طلعوا من سدوم وعموره مع توصيه ان هم ما يبصوش وراهم، واللي هيبص وراهم هيتم عقابه، لحد ما طبعا امراه نوح خانتهما اللي هي خانته يعني مرات نوح، فبصت وراها تحولت الى تمثال من الملح عقابا ليها. تلك قصتهما ونحن نعبدهما مسخ حجرين. هنا تحول تمثال الملح. طبعا على فكره بالمناسبه التمثال ده طبعا ما فيش الكلام الفاضي، ده عباره عن حجر تشكل طبيعي جدا من النحت والالتحات، موجود جنب البحر الميت في الاردن، فعشان خاطر الاسطوره تكتمل في الوعي البشر. بصوا ده دليل على انها امراه نوح، وهي ولا امراه ولا حاجه خالص، مش باين لها ملامح، ده مجرد نصب عادي جدا، كان ممكن كان بيستخدم اصلا كتوتم للعباده في العصور الحجريه لو تم دراسته كويس، يعني مش عارفين. حلو المكان ده، طبعا عشان نلاقي فيه هل فيه سدوم وعموره، عشان نقول ان القصه التوراتيه حقيقيه. الحقيقه ان سترابون وده مؤرخ يوناني في القرن الاول بيقول بالقرب من مدينه معساد في جنوب اسرائيل توجد صخور شديده الانحدار ومحروقه في كثير من الاماكن في التربه، ويوجد شقوق وورمات كثير، وهناك انقاض منازل مدمره، وهو ما يتطابق مع اساطير السكان المحليين التي تقول انه كان هناك في يوم ما 13 مدينه. اساطير السكان المحليين مختلفه تماما عن التوراه. اول حاجه بيقول 13، هو بيقول سدوم وعموره بس. وبعد كده بيقول ان هو كان في منازل مدمره، لكن لما عملوا بحث اثري وبالكربون المشع والكلام ده كله، واجتمعوا علماء الاثار في مؤتمر كولورادو، صرحوا بالاتي: ان تلك المستوطنات قد دمرها نيزك من 4000 عام. بس ببساطه، ولا ليها علاقه بمثليه ولا ليها علاقه مش عارف ايه، دمرت عباره عن شويه نيازك نزلت دمرت المكان زي ما بتحصل في اي مكان، النيازك بتنزل في كل مكان، دمرت المكان ده وخلاص، لكن من غير اي مشكله. اذا مفيش دليل على كده. طب تعالوا بقى بصوا بقى للحته دي، عارفين ايه ده؟ دي في مدينه بومبيه في ايطاليا اللي مشهوره ان تم انفجر بركان فيزوف فيها وغطى رماده كل المنطقه، والناس نيام زي ما هم وتحجروا، الحمم واللافا والبتاع تحجروا مكانهم لدرجه ان هم نايمين، زي ما احنا مثلا هنا هنشوف ان في هنا اسره نايمه واطفال كمان، وفي واحد لما حس حاول يقوم ما كملش وتجمد مكانه زي الاسمنت. دي موجوده لحد دلوقتي. حصلت امتى الكلام ده؟ الكلام دوت كان تقريبا في حاجه و70 ميلاديه، ميلاديه بعد الميلاد. ويقال ان المكان ده دي كانت بقى منطقه فاجره، وكان يحصل فيها كل ما لذ وطاب من الدعاره والمثليه و و و، لكن هنلاقي ان فيه طبعا اطفال، اطلع، هنلاقي فيه اطفال كمان، وفي امهات بتحمي اطفالهم من طبعا دول ما لهمش ذنب. هل معقول ان ربنا هيدمر اطفال بذنب اهاليهم؟ ده ليس عدل، كان ممكن يدمر يعني يقتل كل واحد لوحده. الغريبه ان القصه دي ما اتذكرتش في اي كتاب سماوي او يعني اي كتاب ابراهيمي بالدقه، يعني لا التوراه ولا الانجيل ولا القران. ذكر سدوم وعموره اللي ما لهمش اثار بتدل فيش غير بيوت، لكن البشر نفسهم مش موجودين عشان يكونوا ايه، لكن ان في ايطاليا البشر هم اللي موجودين ومش مذكورين في اي حاجه. ويقال التهمه ان هي كانت مدينه الحب، هو مجرد يعني متوقع ان هو اسقاط عشان خاطر اسقاط من سدوم وعموره على المدينه دي. حلو، اذا سدوم وعموره ليس الدليل على وجود بني اسرائيل، لان احنا ما نعرفش مين ال 13 مدينه دول اللي اختفوا بسبب النيزك من 4000 سنه. ادي اول حاجه، تمام، سدوم وعموره ليس الدليل.
خلاص خلصنا. هل في اثار على وجود النبي يسوع عيسى او المسيح؟ او حسب طبعا بقى ما انت اللي بيسمعني طبعا او شايفني حسب ما بيؤمن مسيحي او مسلم بقى هو بيعتبر المسيح ايه. هل هناك اثار على وجود تلك الشخصيه؟ حقيقه الامر ان مفيش ولا اثر بيدل على تلك الشخصيه. دي مفاجاه صح؟ عشان كده في بعض المؤرخين بيعتبروه شخصيه يعني افتراضيه او شخصيه اسطوريه خياليه مستقى. انا بنتكلم على رايي مش ده راي العلماء، بعض العلماء مستقى من المخلصين والفاديين، يعني قصص الفادي او قصص المخلص الموجوده في الشعوب المجاوره، لان كان نفس القصه كانت موجوده في سوريا وموجوده في مصر وموجوده في العراق موجوده في الهند، هي نفس القصه اللي مولود من العذراء بيجي يخلص من اقدم المسيح بكتير. فهو بيقول انه احتمال تكون شخصيه، لكن في عندنا عشان برضو يعني لا لازم يكون كتاب اسمه الحوليات ده لمؤرخ روماني. في مؤرخين كتير، في مؤرخين على فكره رومان اتكلموا عن المسيح، لكن ادقهم هو واحد مهم جدا اسمه تاسيتوس. ده يمكن اكثر مؤرخ يمكن المؤرخين بيثقوا فيه شويه بدقته ولانه مختصر يعني. فبيتكلم على ان نيرون كان بيحاول يحرق بعض اتباع المسيح، قال ان في واحد اسمه يسوع طلعوا ليه اتباع وبيعملوا مشاكل جوه الامبراطوريه، فنيرون بس نيرون عملهم معامله اقسى مما يستحقون، وكان بيحطهم جوه جلود الحيوانات ويحرقهم ويتفرج عليهم وبتاع. ونيرون طبعا عارفين قصته لما هي قصه حريق روما الشهيره بعد كده يعني. فهو لكن هو بيقول يقال هو ما عرفش ما حضرش المسيح ولا شافه، بس هو بيقول ان ده ليه اتباع، في ناس اتباع بيقولوا ان هو تبع المسيح وعاملين مذهب جديد من اليهوديه بس عاملين مشاكل جوه الامبراطوريه. تمام؟ ده باختصارا يعني. والمؤرخ ما نقدرش ناخد كلامه على محمل الدقه طالما مفيش اثار، لانه بيحكي بناء على اللي شايفه. بس احنا منطقيا طالما في ناس طالعه بتقول ان احنا بنتبع شخص معين يبقى اكيد كان موجود يعني في الغالب. اضعف الايمان بغض حتى لو شلنا من قصته القوه والمعجزات والحاجات دي كلها، خلينا بس نتكلم لازم ممكن ان يكون موجود شخصيه فعلا زي يسوع كانت موجوده في الاثار في الحقيقه يعني، اوكي؟ لكن عشان نثبت ده قطعا مش موجود. واحد يقول استنى عندك، امال كفن تورينو راح فين؟ كفن تورينو ده كفن مشهور اللي هو بيقال ان هو زي ما احنا هنا شايفين تكفن فيه المسيح بعد ما طبعا صلب وكده، فالدم تخضب على القماش بتاع الكفن واحتفظ بيه موجود لحد دلوقتي. اهو دليل اهو الحمد لله. يعني اخيرا لقينا دليل لنبي وبصورته وبشكله كمان، صح كده؟ طيب في عالم اسمه والتر ماكرون لقى ان الصوره على الكفن مرسومه بمحلول مخفف من صبغه حمراء في وسط جيلاتيني. وفي عام 1988 فحصت بالكربون المشع من ثلاث مختبرات مختلفه، والنتيجه هي ان القماش ده صنع ما بين القرن ال 13 وال 14، يعني من 1300 وحاجه ل 1200 حاجه ل 1400 وحاجه، اللي هو في فتره تقريبا في المماليك، في عصر المماليك في الوقت ده تقريبا اتعملت في الوقت ده، وعشان خاطر لتاكيد نوع من انواع الايمان وزياده قدسيه لكنيسه معينه. هارد لك طلع ابو زيف. وفي ناس كانوا الاول قبل ما يفحصوه بالكربون المشع كانوا بيقولوا انه احتمال كبير يكون ليوناردو دافنشي، ودي ملامحه. بس في الاخر اكتشفنا طبعا ليوناردو دافنشي ما عاش في القرن ال 12 ال 13 و 14، كان بعد كده في عصر النهضه يعني. اذا فهو ليس المسيح. طيب تمام، نخش بقى على مين؟ على النبي محمد. هل النبي محمد اثر؟ اثر النبي ايه؟ اثر النبي ماشي، هنشوف كده اذا كان ليه اثار. تمام، غير اقواله طبعا او سواء القران او اقواله، احنا بنتكلم هل هو ليه اثار لذاته؟ الحقيقه ان في تركيا في اسطنبول في متحف توبكابي عندهم اثار بالهبل للنبي محمد كتير. ايش بقى القفطان بتاعه والنسيج القباطي ومش عارف والعمه والسيف وحتى النعل بتاعه اللي هو الحذاء، لا زي ما احنا شايفين اهو، لا ده مش الحذاء ده، احنا فين ارجع بقى للواتساب. ف والنعل بتاعه كمان لدرجه ان هم عاملين له ان في حجر موجود عليه البصمه بتاعت رجله. رجله الشمال مش اليمين، ده الحذاء اهو. هو النعل
بصمه رجله الشمال واليمين ليه زي مين؟ زي الرجل الموجوده بتاعه مقام النبي ابراهيم قدام الكعبه، واتخذوا مقام ابراهيم مصلى. وفي زي على فكره في الهند الموضوع ده حلو، بس في اله تاني، وفي واحد تاني بيقولوا الادم وقصص كبيره يعني. لكن هنا ليه يعمل الشمال؟ ده النبي المفروض قال لك تيمنوا، ازاي يحطوا الشمال؟ وبعدين ايه هي القوه الخارقه؟ وفين الحديث اللي بيقول ان هو داس على حاجه عشان تلين الحجر يلين له ويعمل كده؟ بالظبط، وبرجل واحده. خلاص هي دي طبعا اللي هي بصمه رجله الشمال. تمام، اطلع. احنا مش عاوزين نعرض طبعا لان ليه حاجات كتيره والكلام دوت، بعد كده هتجيب لي ده. هل الحاجات دي طيب تم فحصها؟ للاسف الشديد حكومه تركيا منع فحصها بالكربون المشع. طب ليه يا حكومه؟ مش دي اثار للنبي عشان تدل على انه موجود؟ المفروض تثبته لنا وتثبته لاي حد، مثلا اي واحد عاوز يعمل دعوه للاسلام يا جماعه، يقول تعالوا خشوا للاسلام والرسول اهو، ده الرسول بتاعك مش موجود. لا، ده في اهو عندنا منه اللحيه بتاعته، ندرس الدي ان بتاعها والدليل اهو عندنا، مش عارف ايه بالكربون المشع تثبت لك. لكن الحكومه منعها ليه؟ لان فعلا اثريا ثلاث ارباع الحاجات دي مزيفه باختصار، وتركيا بتستغلها للدعايه السياحيه ليس اكثر ولا اقل، وبالتالي الدعايه الدينيه في اي مقدس هتيجي جنبه يا الله هو ده، انت هتكذب الاثار. اللي يكذب الاثار هيكذب النبي بالنسبه لهم، لكن ملوش علاقه طبعا، الايمان حاجه والده حاجه. الا اثر واحد للنبي محمد، اول اثر مهم، لان في اثر ثاني هنتكلم عنه، هو أقدم نسخة للمصحف. أقدم نسخة للمصحف، المصحف الشريف اللي هو القرآن يعني. تمام، المصحف ده ايه قصته بالظبط؟ دي كانت مخطوطة، دي المخطوطة دي معروضة في جامعة برمنغهام في انجلترا. تمام، وجدت من خلال طبعا كانت مع مجموعة من المخطوطات الشرقية في ايد قس كان كلداني اسمه ألفونس. تمام، تم دراستها واكتشافتها بالكربون المشع في جامعة أكسفورد. الكلام ده مش العرب اللي عملوه طبعا خالص يعني. حلو، النتيجة كانت انها تعود ما بين الفترة بين عام كام بقى، 568 ميلادية الى 645 ميلادية. ده ما يوافق ايه؟ البخاري. لا، البخاري لا، ليس البخاري، ده ما يوافق زمن النبي محمد والصحابة حتى لحد عثمان. فبعض العلماء رجحوا ان هي ترجع الى عهد عثمان ابن عفان. ده طبعا موجود يا جماعه، ده كل ده موجود، تقدروا تبحثوا عنه في جوجل وفي الجامعات في اوكسفورد وفي موقع برمنغهام وغيرهم، وهتلاقوه على البي بي سي كمان. البي بي سي نفسها كانت عامله برنامج او تحقيق وثائقي عنه يعني. هل هو ده المصحف؟ لا لا لا، ده هو عباره عن مجموعه مخطوطات لبعض الايات من سورة الكهف، وبعض الآيات من سورة مريم، ومن سورة طه. حلو، والآيات ديت أو يعني اللي هنلاحظ بس إن هو أجزاء من كل حاجة. ده معنى كده إن هو في وقت ده اللي كان بيجمع فيه القرآن في رقاع لوحدها، وما كانش لسه تم تجميعه. فإذا ده أقدم أو الأثر أو أوثق أثر ليه علاقة بطرح القرآني ووجود النبي محمد نفسه. اما بقى الاختام ورسائل المقوقس وكل ده، هو ليه موجود في المتحف فعلا، بس مش قادرين ندرسه من عين دراسته عشان نعرف اذا كان حقيقي ام مزيف. ده في تركيا الكلام ده، لو في تركيا. اما نسخة المصحف دي في بريطانيا، برمنغهام، جامعة برمنغهام دي النسخة دي. تمام، طب هل في حاجة تانية؟ هو طبعا في عندنا القبر، قبر النبي في، بس عندنا مشكلة، بس عندنا مشكلة تانية، ان القبر لا يسمح طبعا احتراما لرفاة الانبياء، مستحيل حد ينبشه عشان نقدر نشوف دي مومية مين او هيكل عظمي بتاع مين عشان نحدده يعني. فبرضه دي دراسته صعبة جدا جدا جدا، لكن قبر النبي ده موجود فعلا من اول ما اتنشأت الدولة الاسلامية، او اول ما اتنشأ الاسلام فين؟ في الجزيرة، لازم نعترف بده صح؟ فما عندناش اثرين غير دول للنبي محمد، الباقي كله غير موثق اثريا، لكن اثار هم دول بس. تمام، الكعبه نفسها هل هي تعتبر اثر للنبي محمد؟ الكعبه ليست دليلا على النبي محمد، لانها اقدم منه بكثير، وكان في 25 كعبه
اصلا في جزيره العرب كلهم تقريبا اختفوا، ما فضلش منهم غير كعبه قريش. ايه المقام؟ ليه؟ عشان خاطر طبعا هي في طريق تجاري ما بين ايه اليمن وبين الشام، فكان ليه اهميه كبرى هو للسبب ده. وكمان المنطقه دي كانت على فكره جاء فيها المصريين، عشان بس لان في نقش في تيماء في السعوديه في شمال السعوديه لقينا نقش رعمسيس الثالث باعت بعثه من العمال المحاجر عشان يستخلصوا نحاس من المنطقه دي، من منطقه الحجاز. معنى كده ان اللي فيه علاقات مصريه، والمنطقه دي اصلا كانت تبع الامبراطوريه على فكره من ايام تحتمس الثالث ورمسيس كله والرعمسه. المنطقه الحجاز بس مش السعوديه كلها او الجزيره السعوديه، الحجاز كانت تبع الامبراطوريه المصريه وكانت تمتد الى العراق وللشمال فوق وطبعا تحت لحد قرب منابع النيل. دي كانت الامبراطوريه المصريه. فالمنطقه دي طول عمرها كان فيها، عشان حد يقول لك الله طب الحاجات دي وصلت للناس دي هناك ازاي؟ لا، ما كان في بعثات مصريه موجوده في الحجاز، طبيعي ان الافكار المصريه والكلام ده والاساطير المصريه توصل هناك يعني. تمام، احنا خلاص يعني تقريبا خلاص احنا قلنا ان هم دول الاهم الاثار اللي بتثبت العلاقه بالنبي محمد بشكل مباشر، اللي احنا قلنا القران، او بشكل غير مباشر القران والقبر، اما الكعبه ليست دليلا على ذلك تماما. طيب قبل ما نبدا في دي، هات لي طبعا دي الاول. انا الحمد لله برضو يعني حياتي الشخصيه كان ليها علاقه بالاثار بشكل او باخر. ازاي؟ طبعا انا قلت لحضراتكم اكتر من مره ان يعني يمكن هنا في الصالون تشرفت اللي قلت لكم يعني ان انا اصلا انا مصري وكل حاجه، بس مش مولود هنا، انا مولود في مكه، وميلادي في مكه مع شغل والدي سمح لي ان انا اعرف حاجات كتير قوي قوي ما كانش وجودي هنا في مصر هيسمح لي، حتى لو انا بدرس في الازهر او بدرس فين حتى ان انا اعرفها يعني. فوالدي لانه كان يعني رئيس قسم صحة الأغذية في أمانة العاصمة المقدسة، فكان مقرب من الحكومة، فلما الأول توسعة اتعملت قدام الحرم المكي، أول توسعة اتعملت قدام الحرم، كان قدامها كوبري سوق غزة، وبعد كده قدامها كوبري لحد منطقة أجياد اللي هو عند باب النبي وباب السلام، شالوا الكوبري وشالوا الحاجات دي كلها وبدأوا يعملوا توسعة. عشان يعمل ده بدأ بالحفر قدام الايه؟ قدام الحرم. أول ما بدأوا في الحفر قدام الحرم تقريبا كان هو المشهد ده بالظبط اهو، هو ده المشهد. تمام، ايه المشهد اللي بعده بسرعه؟ فكان منه احنا وانا شايفهم عمالين بيحفروا وبتاع، لانهم بيطلعوا اواني نحاسيه واواني وشقف فخار وحاجات كتيره جدا عمالين بيطلعوها اصلا من تحت، وفي بيوت من تحت الارض. فوالدي قال لي شوف وبص اتفرج وبتاع، عشان ده احتمال كبير يكون هم دول دي بيوت الصحابه، وممكن يكون في من ضمنهم بيوت النبي نفسه. انا طبعا انبهرت بقى واستغربت وبتاع. فين بعدها؟ اول ما خلصوا التوسعه، اول ما بداوا يحفروا عشان يعملوا التوسعه، جاء امر فورا من هيئه الامر المعروف والنهي عن المنكر، اردم على الاماكن دي ومحدش ايه يدرس الاثار دي خالص. طب ليه يا عم الحاج؟ لا اصل دي ده شرك والعياذ بالله، هيجي الحجاج والمعتمرين يتمسحوا فيها ويقول لك ده بتاعت الصحابي الفلاني ولا الصحابي العلاني، ويجي بتوع الاثار يدرسوا لنا تطلع حاجه مش بتاعت الصحابه، يبقى احنا كده بنشكك في الدين، اردم ومفيش دراسه. انا طبعا لما عرفت بعد الموضوع ده الخبر استغربت، ما كنتش فاهم السبب. لما كبرت بقى فهمت سياسه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لانها اتكررت تاني. كان ليا زميل والدي طبعا، والدي كان في التحاليل والكلام دوت يعني، فكان ليا زميل والدي كان كيميائي برضه، وكان ماسك مشروع او مش مشروع مراقبه جوده ميه زمزم، بياخدوا عينه من ميه زمزم من وقت للتاني عشان يراقبوا جودتها، لحد في مره ما اكتشفوا ان فيها تيفود وفيها كوليرا بسبب ان ميه المجاري تسربت اليها من الشقوق الى البير. طبعا بعد التحليل طلعت ايجابيه ان فيها الحاجات دي كلها، طلعوا يجروا على امين العاصمه الحق في كذا 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 والناس هيجي لها وباء. طبعا فورا اول حاجه مين يتدخل؟ الدوله الدينيه، الدوله الدينيه لازم تتدخل. اوعى تقول الكلام دوت عشان ميه زمزم دي ميه مقدسه. لو قلت الكلام ده الناس ايه؟ مش هتيجي تشرب منه وهيقولوا احنا بنكفر وبتاع، اردم على الكلام ده خالص، احنا ننضفه من سكات وخلاص. وتم فعلا تنظيف البتاع والموضوع انتهى على كده. فهم دي طريقتهم دايما. فلما للاسف الشديد المنطقه دي كلها قبل كمان ايه ما يحفروا ويتعمقوا كمان،
دي قدام الحرم. البيوت دي يعني بقى بتاعت مين عشان ما نضمنش؟ هل هي بتاعت الصحابة؟ هل هي بيوت حديثة مثلا بقى لها 1000 سنة بس؟ هل هي بيوتي؟ ما نعرفش. الحاجة الوحيدة المؤكدة بس ان مكتبة مكة، خدوا بالكم مكتبة مكة دي مكتبة موجودة في مكة، مبنية مكان البيت الذي ولد فيه النبي محمد. ده على كلام السعوديين هناك، في مكتبة هناك مكتبة حقيقية يعني، ودي يمكن اول مكتبة في حياتي قريت دخلتها وتعرفت فيها على ابن رشد، وكان يعني من حسن حظي يعني قريت له هناك يعني. فدي يمكن الحاجة الوحيدة بتتكلم عن الموضوع ده. فاذا النبي محمد زي ما احنا قلنا ان هو الاثار بتاعته مش متحددة غير في حاجتين بس، او نقرب لها اللي هو النسخ المصحف الموجودة في برمنجهام، واحتمال تعود اما العهد او العهد عثمان بن عفان، والحاجة التانية اللي هو القبر اللي مش هنقدر طبعا مستحيل ندرسه يعني، لان ده تدرفات نبي مش هيسمحوا لنا يعني. تمام، احنا كده خلصنا كل الانبياء. نيجي بقى نخش بقى تحت تصريحات علماء الاثار عن ايه، عن بني اسرائيل سريعا. هنلاقي عندنا اشهر العلماء زي بروفيسور زائف هيرتزوج، ده استاذ علم الاثار بجامعه تل ابيب، قال ايه في صحيفه هارتس سنه 1999 في مقال تدمير اثار اريحا سريعا: هناك شرخ في الروايه التوراتيه للتاريخ القديم وما كشفناه. خدوا بالكم ده يهودي اسرائيلي زائف هيرتزوج في جامعه تل ابيب. هناك شرخ في الرواية التوراتية وما كشفناه في الأبحاث والحفريات والعلم يعتمد على الأثار وليس الرواية المكتوبة، وما يحصل لنا في إسرائيل هو أننا لا نريد أن الأثار أن تتدخل مستقبلا، بل نريد أن تثبت الرواية التوراتية، وهذا ليس ضد العلم فقط بل ضد الحقيقة التاريخية. وإذا أردنا أن يكون لنا مكان محترم في الأكاديميات الدولية فعلينا أن نلتزم بأحكام العلم لا بأحكام السياسة والأيديولوجيات، لأنه لا توجد في الأثار قصص الآباء مثل إبراهيم ويعقوب وإسحاق، ولم نهبط مصر ولم نخرج منها، ومملكتي داود وسليمان على أكبر ترجيح كانت مجرد مملكة قبلية صغيرة جدا وليست كما وصفتها التوراة. ده كلام زائف هيرتزوج. يوافق الكلام ده مين طبعا؟ أستاذ دكتور ويليام ديفر الأستاذ الفخري بجامعة أريزونا، وقال كلام أصعب من ده شوية كمان، ما ينفعش أنا أقوله عشان في ناس هتزعل، مش أنا هو اللي بيقول يعني، بس طبعا يعني المهم ان هو ايه في النهايه طبعا قال برضه نفس اكد على ان يهو زوجته هي عشيره، وده ما ينفعش يكون اله عبراني نهائي ولا يمكن التطبيق عليه لان احنا مش لاقيين. في تاني استاذ دكتور اسرائيل فينكلستاين، اسمه اسرائيل فينكلستاين، ده برضه استاذ بجامعه تل ابيب، كان كاتب برضه في كتاب التوراه على حقيقتها نفس المضمون، وقال ان هي لما سئل يعني بيفسرها بيقول لك ان هو احتمال القصص دي لو كانت موجوده بالفعل هي مجرد القصص ناس عاديه شويه بدو قبائل صغيره وكبروا من احجمهم الحقيقي عشان يعملوا عمليه يعني تعويضيه بالنسبه لجيرانهم يعني، وتم قسطره الحكايه. ده لو حصلت، لكن لو ما حصلتش فاحنا كده كده ما عندناش اثار فعلا ان هي ما حصلتش، لكن هو بيقول خلينا نقول ان هي حصلت لكنها تم تضخيم الحكايه مش كده خالص. مش فين التماثيل الجفان وفين وفين الكلام ده كله، واللي متجوز وسليمان اللي متجوز 700 واحده وداود اللي كان عنده مش عارف ايه، راحوا فين؟ الواحد ده لما في اي شعب بيعدي لازم يسيب اثر يعني. احنا مكاننا هنا سيبنا قعدنا شويه، سيبنا ازازه ميه، سيبنا كوبايه شاي، المهم ان اي مكان هتتواجد فيه لازم تسيب اثر ونشاط انساني. معقوله في نشاط انساني قعد 2000 سنه ما سابش حاجه؟ مستحيل مستحيل. فبالتالي عشان كده هم بيقولوا ان هو لو حصلت هتبقى ايه، مش هي زي ما انتم متخيلين يا جماعه. كمان دكتور نيل سليبرمان قال نفس الموضوع. تمام، علماء الاثار طبعا احنا لو بنعرض الكلام ده خلاص احنا يعني تقريبا بنخلص. لما بنعرض الكلام ده على اي حد يقول لك دول اراء اثار ملحدين ما ينفعش ناخد بيهم، طبعا ده مش اراء، اللي بيقولوا ده مش اراء، ده نتائج لابحاث، نتيجه بحث مش راي. في فرق ليه؟ لان هما اللي بيقولوه دوت قبل ما انا اعرف زائف هيرتزوج واسرائيل فينكلستاين وسليبرمان وغيرهم، قبل ما نعرفهم عارفين المعلومه دي من ايام الكليه ان مفيش اثار نهائي لاي نبي من الانبياء، ولا مملكه اسرائيل دي كانت موجوده بالمعنى المفهوم في التاريخ. فبالتالي اي حد هيخش الاثار ويعمل كده زي ما احنا عملنا كده نفند اثر 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 في الاخر هيقول نفس الكلام اللي قالوه الناس دي. فهو دي ليست اراء، دي نتيجه ابحاث، عشان ما الناس بدل المتعجله تقول عليهم ملحدين ومش ملحدين، ده كلام مش صحيح. فبالتالي احنا نجمع كل دوت،
ان المصري القديم لم يعرف القصة التوراتية اللي موجودة بتسرد علاقة النبي يوسف والنبي يعقوب والنبي موسى. كل الكلام ده ما حصلش في مصر خالص. هل ده معنى كده ان هو يكون حصل في اليمن زي ما بعض النظريات بتقول؟ الحقيقة مفيش برضو اثر بيقول الكلام ده. كل ده مجرد افتراضات اي حد عاوز يحطها وخلاص بيجيب تشابهات. طب ما احنا عندنا في ملك اسمه شلومون وحدد وغيرهم موجودين في العراق، يعني ملوك اسماء تنطبق جدا لو احنا هنعملها شوية تقريب على داود وسليمان موجودين في العراق، يعني ينفع القصة كلها تبقى في العراق. واحد تاني هينفع برضو يطبقها على مين؟ على اليمن. اي حد عاوز يطبقها على اي حاجة. فين الاثار اللي تثبت الكلام ده تطبيقيا؟ مش موجود. ده غير ان لازم عشان تعمل مقارنة لو انت ناوي تسقط الرواية التوراتية على الاثار يبقى انت لازم تتبع شروط التوراة. يعني ما ينفعش مثلا في اليمن تقول لي وهو بيقول لك شاشنق، علاقة شاشنق مع فين اليمن وفين شاشنق؟ واحد في التوراة بيقول لي رمسيس الثاني بشكل صريح، هو انت رمسيس الثاني ده كان فين؟ كان في الهند ولا في اليمن ولا كان في مصر؟ ما كان موجود في مصر. فما تجيش تقول لا التوراة لما تقصد مصر تقصد مصر بتاعتنا وادي النيل اللي بتاعنا احنا، لكن الموضوع كله ان القصة ما حصلتش فيه. ان الموضوع كله ان الاثار بتقول ان القصة اصلا لم تحدث الاثار، لكن في الدين بيقول ان القصة حصلت. فعشان كده لازم نفرق كويس جدا جدا بين الحاجات دي كلها. المنهج العلمي ليه قواعده التي لا ترحم ولا ترى غير الحقيقة فقط، والمنهج الديني الذي يراعي الجانب العاطفي والجانب الإيماني والغيبيات التي تريح الإنسان وعلاقته بربه بقى أو بتعزيات اللي هو بيلاقيها في الدين من نفسه. فآخر حاجة بقى نيني بيها، طيب آخر حاجة سؤال اللي تسأله دكتور زي حواس، هل هنلاقي أثار الأنبياء في المستقبل ممكن؟ اللي هو الأمل برضو تلاقي يعني بقى لا ما تقولش كده، العلم متغير. هم بيعرفوش علم متغير، أي رجل دين ما بيعرفش كلمة علم متغير غير لما يكون مع مصلحته هو، لكن اول ما يبقى ضد مصلحته على طول يعكس الامر. دي دايما بنلاقيها يعني. طيب العلم متغير، يعني ممكن نلاقي طبعا دكتور زي حواس عشان ينقذ نفسه قال احنا ما اكتشفناش غير 30% فقط من الاثار ولسه فاضل 70%. طبعا الرقم ده هو الراجل معذور ضربه ضرب يعني جزافه، مفيش حاجه اسمها كده. ما انا عشان اعرف ال 70% من 30% لازم اكون عارف ال 100% ايه، هو انا شفت كل حاجه في الارض؟ فهو بيقول لك جزافه عشان يقول للناس بالراحه شويه. حلو، هو في حقيقة الأمر علم الآثار بيقول بناء على الاستنتاجات اللي احنا مش هنلاقي آثار الأنبياء كمان، مش بس ما لقيناش احنا مش هنلاقي في المستقبل، إلا أتمنى أتمنى إن احنا نلاقي عشان نريح الناس اللي تعبانة. يعني في ناس تعبانة، احنا الموضوع ده لا الواحد عادي يقدر يفصل بين إيمانه وبين العلم عادي، لكن الناس اللي مش عارفة تفصل لازم تلاقي. لا أتمنى ألاقي لهم عشانهم والله، لكن للأسف القوانين الاحتمالات بيقول إن الاحتمال ضئيل جدا جدا إن احنا نلاقيها. لان احنا زي ما اتفقنا اي انسان بيعدي من اي مكان هيسيب اثر. ما سبتش اثر واحد لمدة 2000 سنة يبقى انت ما كنتش موجود اصلا، دي منتهية. لكن ممكن ايه يلاقي اثر هنا الاقي حاجة ليكم بس وبعد كده الدنيا تبقى تمشي. لا حلو، عشان كده النهاية بقى خالص لقيت دكتور سعد الدين الهلالي وهو استاذ الفقه المقارن في جامعة الازهر قال جملة تريح الكل لاي متدين تعبان مش عارف يفرق بين الاثنين. قال لهم ايه يا جماعه، انتوا المفروض ما تدوروش على اثبات الانبياء في الاثار. ليه؟ لان في القران في سوره يوسف نفسها في الايه 102 اللي هو ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك، من انباء الغيب يعني معناها قصه يوسف قصه موسى قصه يعقوب قصه كل دول من انباء الغيب مش هتلاقيهم مكتوبين. اذا فانت من ناحيه دينيه ما تدورش على اثار عشان مش هتلاقي، لان ده غيب على اساس ان الناس دي ما كتبتش. حلو، فاعتقد ده حل ديني تأويلي جيد جدا للي عنده ازمه عاطفيه مع الحكايه دي، انه مش هيلاقي عشان حسابه مش هيلاقي او قران بيقول لك مش هتلاقي. حلو، خلصنا الدين، الاثار بقى مش هتلاقي. حتى انا غيرت في ملامح وشي عشان اقول لكم الفرق ما بين الدين اللي هو الحاجه العاطفيه والعلم اللي ما بيشوفش قدامه غير الحقيقه. ليه؟ لان عندي 1 2 3 4 5 6 لو هتلاقي يبقى احنا هنخش بقى نغير مذهبنا. فانت مأمن نفسك ان كده في كل الحالات ابعد الدين عن العلم، لان هو ده اساس العلمانيه على فكره، لان العلم سيضر الدين والدين سيضر العلم.
فخليهم بعيد عن بعض. بس العلم من حقه يخش الدين في حاله واحده، لما تعمل لي مقارنه اثريه. يعني مثلا لما يجي الهندوسي يقول لي انا عندي برهما واسطوره وانا هنا عندي ادم وابراهيم، اقول له هتعمل لي مقارنه اديان، هنا المعيار مختلف. انا يعني عندك اثر؟ لا ما عنديش. طب انت ابراهيمي عندك اثر؟ لا ما عنديش. يبقى نعمل مقارنه ما بين النص الفيدي والنص التوراتي. لكن هتقول لي عندي انا حقيقه وانت حقيقه، ولا انت اثر موجود ولا انت اثر موجود، دي حاجه بيضيف ميثولوجيا ملهاش علاقه بالاثار. فاعتقد كده احنا نكون جمعنا اغلب الموضوع اللي عامل قلق بين الناس، وارجو اكون وضحنا بشكل مبسط على قد ما نقدر، وما نكونش قطعنا على حضراتكم. وشكرا لصنع المليون، وشكرا لاستماعكم. بشكرك على الندوه دي. وسؤالي دلوقتي، لما الدين بيتعارض مع الاثار، النصوص الدينيه بتتعارض مع الاثار وبتتعارض مع العلم، دلوقتي هل نقول مثلا ان دي قصص رمزيه عشان تفهم الناس ساعتها، انما ما ناخدهاش بقى على مطلقها وكده، ولا ننكر هذه القصص اصلا دون ان نفقد ايماننا؟ يعني نقول ان الحاجات دي ما حصلتش بس ونحتفظ بايماننا. ان العقل الديني عنده ازمه في موضوع الاثار او يعني الشواهد الاثريه عن وجود الانبياء. الحقيقه ان هو المصدر لنا ازمه. ليه؟ لان هو يعني بيتعامل مع الموضوع على كذا مستوى. المستوى الاول اللي هو يحاول يقول لك ايه، ان التشابهات مثلا ما تيجي تكلمه عن التشابهات بين التوراة وبين الزرادشتية او الديانات الشرقية، يقول لك والله دي اثار نبوة، ودي كان شكل من اشكال الديانات التوحيدية وده اثار ليها، وبعد كده دي تشوهت، فمش احنا اللي نقلنا منهم، لا دي كانت اثار نبوة ولكن هي ايه اختلفت. او المرحلة التانية بقى ان هو يتعامل مع الاثار دي ان هو يلي علق الادلة، ويحاول بقدر الامكان يدلس ويلبس الادلة عشان تتشابه مع النص الديني نفسه. المرحلة الثالثة ان هو يروح يقول لك ايه، لا ده انتوا اصلا مش فاهمين، ده يا جماعة المصريات احنا اصلا مش عارفين نقرا اللغة الهيروغليفية حتى الان، ومش قادرين نفك رموزها، والناس دي اشتغلنا، وعلم المصريات ده كله اشتغالات وبتاع. والمرحله الرابعه بقى خالص، ساعه ما يتعب جدا يروح يقول لك ايه، طب خلاص يعني وانا اصلا انا محتاج منك ادله، انت مش عارف مدلس او انت ملحد او او او. فالحقيقه هو المصدر لنا الازمه، وهو بيتعامل مع الموضوع ده على المستويات اللي انا قلت لحضرتك عليها. فانا عايز اعرف رايك بالتحديد في موضوع اللغه المصريه القديمه، هل احنا فعلا مش عارفين نفك رموزها واحنا بنشتغل للناس يعني ولا لا؟ يعني في حاجات بتبقى تضييع الوقت، لانه كان في زمان اعتقد في وقت من الاوقات كان في ناس قاعدين فاضيين، النهارده يثبتوا وجود الله، بكره يردوا على اللي اثبت وجود الله بعدم وجود الله، وبعد كده يرد على اللي اثبت عدم وجود الله بوجود الله تاني، ما نخلص. لانه في النهايه زي ما بيقولوا كده، انه ما يثبت بدون دليل يثبت عكسه بدون دليل، ما فيش دليل. فالحاجة الثانية انه العلم، كان في كتاب زمان عن العلم والدين برضو، بس كان طالع من الاتحاد السوفيتي، بيتكلم عن، قال لك نحسبها الطوفان ده لو كان حصل فعلا، كان هيبقى كل المية اللي في الغلاف الجوي واللي في الثلج وكل ده هتنزل كلها على الارض. اذا حصل هذا الكلام وعلى اقسم على مساحة الارض، تقريبا هيبقى ارتفاع الطوفان 20 سنتي. فالعلم بيبقى دايما بيثبت، بيتكلم على الواقع، لكن انت ممكن تتخيل بقى حاجات تانية. زي بالظبط زي كلمة دمرت حبوبهم، او كلمة دمرت ساعات يقول لك انا رحت انا قتلت موتته، طب فين قضية القتل؟ لا ما هو تعبان شوية وهيقوم. يعني المسألة ساعات ممكن يبقى فيها مبالغة، وهم بيتكلموا كذا مرة لانه اتدمر الهيكل ورجعوا بنوه، اتدمر الهيكل فالتدمير ده كله بيقول انا دمرت. هم قالوا انهم دمروه في 67، واحنا قلنا ان احنا دمرناه في 73، واحنا الاثنين متدمرين الوقت الحمد لله. الحاجه الثانيه انه الاثار بتتعمل، يعني حكايه الادم دي
اي لوحه اسمنت وتحط رجلك فيها وتسيبها تنشف هتلاقي نفسك عملت ايه كذا اثر نبي للصبح. وعندنا هنا في اثر نبي في مصر القديمه، ما اعرفش اثر انهي نبي اللي جاي. الحاجه الثانيه انه الموضوع بتاع انه ادم نزل فين، هم بيتكلموا على ان عرفات، ده جبل عرفات ده سمي عرفات لان هو ده المكان اللي لما ادم وحواء نزلوا ما نزلوش نفس البراشوت، كل واحد في براشوته، فقعدوا يلفوا يدوروا على بعض لحد ما اتعرفوا على بعض في عرفات. انا مستغرب. الحاجه الثانيه انه الحلاوه والحاجات دي طبيعي، لازم نبقى النبي حلو مش بس يوسف، احنا بنقول قمر سيدنا النبي قمر. خلي بالك. مساء الخير. في حاجه يعني وانت بتقول المحاضره لفتت نظري كده قلت عايز اتكلم فيها، ان الراي الاخير بتاع الدكتور سعد الدين هلالي ان ممكن يكون الموضوع كله في علم الغيب. طيب السؤال هو مش ممكن تكون الفكر القداسة بتاع الأديان خلى الأتباع اللي مثلا موجودين في زمن الأنبياء يمحوا كل أثر لهم؟ هل ده ممكن يكون احتمال قائم؟ ده سؤال. والسؤال الثاني، هل كل الأديان اللي في المنطقة العربية كلها نفس الحكاية، ولا بس في الأديان بتاعت الصين هل ممكن يكون في آثار أو اللي هي زي البوذية وحاجة؟ عمر متولي، طبعا في البداية بحب أحيي حياتك على المحاضرة العظيمة دي ومحاضرة الصيام اللي أنا اتفرجت عليه. دلوقتي بس كان عندي سؤال بسيط، دلوقتي ليه كل الأنبياء بيظهروا في المنطقة بتاعتنا دي في فلسطين وفي الشام وفي مصر؟ وهل ده ليه يعني الموضوع ده جذور ممتدة بينا لحد النهاردة؟ يعني هل في مصالح اقتصادية أو سياسية مبنية على الأساطير دي؟ بس طيب يعني قبل ما نبدأ كمان الإجابات على الأسئلة، في سؤال حابب أضيفه لحضرتك، كان لفت نظري حاجة من الطرح اللي اتقال النهاردة، وبصفة حضرتك عضو في الاتحاد الأثريين المصريين حابب أخد رأي حضرتك فيها، وهي مسألة أنه هل يمكن التحفظ على الآثار ومنع الدارسين والباحثين من تفنيدها وفحصها زي ما حصل في تركيا؟ يعني ايه هيئه او مؤسسه او متحف يقول انا عندي اثار تخص النبي الفلاني او الشخصيه التاريخيه الفلانيه ومحدش هيدرسها، والباحثين يطالبوا ان هم يفحصوها او يعرضوها على الكربون ديتنج او الكربون المشع ويعرفوا تاريخيتها وكده، وانا اقول لهم لا بصفتي مين اقدر اتحفظ على الاثار دي؟ ده كان سؤالي لحضرتك، وممكن نبدا نجاوب على الاسئله. شكرا للجميع طبعا، لكل من سأل، ونحاول طبعا باختصار نجاوب على كل واحد. طيب استاذ عمرو بيقول هل الدين يتعارض مع الآثار، ام هي هل ده بناء عليه يطلع تنفع تكون قصة رمزية طالما مش محققة في الواقع التاريخي؟ الحقيقة هو ما قدمناش غير كده، يعني اي حد مؤمن ما قدموش غير ان هو يعتبر ان القصص الديني رمزي وللعظة وللعبرة، لانه اصلا في السياق دايما هنلاقي ان سياق القصه بتاعه النبي رايحه في حته ان هو عاوز ليه هدف معين، مش قصده سرد احداث او اخذ مكاسب. المفروض المكاسب كلها اما اخلاقيه او دينيه لصالح الدين او صالح الامه بتاعه الدين بتاعه، او لسبب غيبي عشان خاطر رضا ربنا وتحقيق مكاسب من الحسنات او كده. فهي المفروض الدين بيدور في الحته دي، ولا الجو الدين المعامله. فطالما احنا طول ما احنا بنحط في دماغنا ان القصص تاريخيه يبقى مش هنطلع منها بحاجه. ايه هستفاده ان اعرف ان حصل كذا مع النبي نوح وكذا مع النبي ايليا او مع موسى او غيرهم؟ انا هستفاد ايه من المعجزه ما حصلتش قدامي وما فادتنيش انا؟ يعني انا كانسان متدين ما بتفيدنيش المعجزه اللي عملها النبي. هي بتفيده هو للناس اللي شافت القوم واللي شافوا المعجزه وامنوا بيه. فانا هاخد القصه بمعناها التاريخي الاعجازي بناء على ايه؟ يبقى المفروض الكتاب ده متقدم لي القرآن التوراة الإنجيل عشان أخد عظة وعبرة من هذا الموقف إذا حصل لي موقف شبيه مثلا. لكن مش لازم أكون يعني أخد التاريخية بتاعتها، ولا أنا كده أنا برضو هرجع تاني أقوم جاي بعمل عك في الآثار وهعك في الدين. فما قدملكش غير الرمزية والتأويل. هو الكتاب الأديان دايما بتتعمل حتى بصياغة رمزية مطاطة ممكن تقدر تطلع منها حمالة أوجه تطلع منها حاجات كتير. عشان كده المتصوفة عمالين بيطلعوا، طلع زي ما انت عاوز، هو كله ممكن النص ما يقصدوش اصلا. لان في ناس كتير وهي كمان بتأول مش عامله حسابها الدلاله بتاعه اللفظ في العصر ده عامله ايه. يعني التوراه بالعبريه غير هتكون مترجمه السبعينيه، غير لما في نسخه الملك جيمس الكتاب المقدس، يعني القران
يعني لو اتكتب بالطريقة بالخط الحجازي غير بده، يعني غير لما كان أيام ما كان بيكتب بعدم ترقيم، وفي مصاحف أصلا بعض الآيات فيها متغيرة صياغتها عن شوية عن الآيات اللي احنا مع قبل ما تتحرق، يعني في مصاحف كتيرة اتحرقت قبل عثمان، فمصحف عثمان يعني، فبالتالي لازم تتخذ بشكل رمزي. أعتقد هو ده يعني أنسب إجابة للسؤال يعني. صراحة أستاذ أحمد بيقول هل التشابه بين الأديان طبعا إن هو في حد بيدعي إن هو ممكن يكون إن تم تغيير القصة الحقيقية اللي حصلت للنبي بعد كده فهيئة أسطورة عملها الشعب ده، الشعب المصري بقى عمل أسطورة، الشعب السومري عمل أسطورة، الهندي أيا كان، فهل ده حصل؟ والله الحقيقة بص عشان نكون واضحين برضو إن العلم في الأنثروبولوجيا بيسمي الكلام ده سرقة للتاريخ، دي سرقة التاريخ. ليه سرقة التاريخ؟ سرقة التاريخ ده بعمل حاجة اسمها أسطورة تأسيسية عشان أثبت وجودي الأزلي وحقي الشرعي في الوجود على كل السيطرة على الأديان دي وسلطتي على كل الأديان دي وكل الشعوب دي، فهم جاي أعمل إيه؟ أضرب سهم إلى الماضي الصحيح عشان أقول أنا بدأت من هناك. تعالوا نقول مثال للكلام ده، يعني مثلا في إيه؟ أنا لسه حتى كنت بناقش كتاب بتاعي من حوالي أسبوعين، كان عندي قصة اسمها الشر الخير، قصة رمزية بتكلم على موضوع الصراع ما بين الخير والشر، وهل الخير نسبي والشر نسبي ولا مطلق. فالخلاصة أنا عاوز أقول إيه؟ إن الحالة بتاعت إن الحوار اللي كانت مع البطل مع إبليس، كان أحد البطل وإبليس ونيتشه هما دول الثلاث أبطال الأساسيين جوه القصة. البطل مع إبليس بيقول له أنت بيقال عنك اللي أنت حاولت تتجسد أكتر من مرة جوه العالم الإنساني وطلعت بأكتر من مظهر وادعيت حسب ما الكنيسة بتقول يعني اللي أنت عملت نفسك المسيح المسيح وأم عذراء وبتاع عشان خاطر تضلل الناس عن حقيقة المسيح يسوع لما يجي، فالناس ايه ما تؤمنش بيه. حلو، بغض النظر مش هخش في حوار القصة بس عاوز اوصل للنقطة دي، فعلا الخطاب ده بيتم تبنيه في الكنيسة، في الاسلام بيتم تبني في بالذات اللي بيدرسوا مقارنة اديان جوه الازهر، ما اي حد بيدرس مقارنة اديان على فكرة من اللاهوت في الكنيسة او في الازهر اوعى تسمع منه لانه مبشر، ده راجل داعية اسلامي والتاني مبشر بس عاوز يجيبها لك بشكل غير مباشر، ده مش مقارن اديان حقيقي. مقارن اديان حقيقي انا مسلم بس اول ما امسك الورق ماليش دعوه خالص، عقل بحت بيتكلم، كمبيوتر ملوش دعوه انت مين عشان اعرف اعمل مقارنه صحيحه بدون تدخل ولا تحيز. فما تسمع الناس بتتبقى بيتمنوا ايه بقى؟ يقول لك ان مفيش حاجه اسمها اديان وكلها اسمها شرائع. طب ايه هو الدين؟ قال لك هو دين واحد بس هو الاسلام. طب ازاي يا عم الحاج اذا كان الكلام حتى اللي بتقوله ضد الدين نفسه؟ هو قال لك ان الدين عند الله الاسلام لكن مش كل الاديان الاسلام. الدليل على كده انه ذكر في ايات تانية الذين امنوا والذين هادوا والنصارى، هو طبعا القران لما بيقول نصارى يقصد مسيحيين، سيبك من السلفيين يقول لك لا هو نصراني، هو النصارى طبعا هو مجرد مذهب مسيحي ولكنه انتصر، لكن بالارتباط الشرطي بنقوله يعني دايما هو طبعا المسيح اسمه ايه؟ اسمه يسوع وبالعربي عيسى، بس احنا بنقول عنه المسيح ارتباط شرطي باللقب، هي نفس الحكاية. مش لازم المعنى كده ان هو يكون بجد النصراني، لا هو نصراني يقصد بيه المسيحي عشان نكون عارفين. يهودي ونصراني وذكر السابقة كمان، طب بيذكر اديان تانية ايه؟ فين الشرائع اللي بتقول عليها؟ فهذا اسمها سرقة للتاريخ الخلاصة يعني، فما تسمعش للناس ذات عشان دي مش حقيقة، كل دين ليه تطور. تاني حاجة ان اول المفروض في القرآن حتى نفسه بيقول اول من سمى الناس المسلمين اللي هم اتباعه هو ابراهيم، طب ما قبل ابراهيم كان في اديان، يبقى مفيش حد قبل ابراهيم سمى الناس المسلمين، منين انت بتجيب ان كل الاديان اسلام والباقي يعني اسمها اسلام والباقي بقى عباره عن شرائع؟ منين اذا كان القران نفسه بيقول لك اول من سماكم المسلمين؟ فيعني يعني منطق ضد العقل وضد العلم وكمان اللي اكتشفنا ان ضد الدين، يعني هو كان بيضحك على نفسه وبيضحك على دينه، حاجه عجيبه جدا يعني. طيب دكتور علي شوشان طبعا بيقول ان ارتفاع الطوفان طبعا انه احتمال كبير لو كان غرق الارض كلها يبقى 20 سنتي، وده طبعا ممكن ما يغرقش حد يعني حد يغرق في شبر ميه بقى، فمستحيل يحصل على الارض كلها لان هيجيب ميه منين؟ ولان الميه بلعت بعد كده ماءها يعني انت فاهم الارض قصدي بلعت ماءها، فهيجيب الميه منين؟ فهل هي طبعا في ايه مبالغه؟ طبعا هو طبعا اكيد ان في ممكن يكون الموضوع بسيط جدا، يعني مثلا
الطوفان البسيط فيضان اللي بيحصل كل سنة في مصر القديمة بسببه عملوا أسطورة الخلق، إن كان الأرض كلها كانت مية وكان عرشه على الماء يعني، وبعد كده بزغ منها تلة حمرة صغيرة طينية صغيرة وطلع منها راع وأتوم وبقية الخلق. هي نفس اللي بيحصل بالظبط في الفيضان في مصر قبل محمد علي ما يعمل الري الدائري، كان بترتفع وبعد كده الجزيرة. أعتقد هنا في القاهرة عندكم برضو في جزيرة اللي هي بتاعت الزمالك بالظبط يعني، فدي بتظهر بعد ما الفيضان ينزل بتظهر الجزيرة في النص. فمن هنا بدأت فكرة اللي هي التلة الأولى اللي ظهر منها الخلق اللي طلع منها بقى زهرة اللوتس وبتاع، جايب حاجات جوه بيئته. فهو عمل أسطورة تأسيسية للماضي هو ما شافوش، بس عشان يحاول يفهم الحاضر ويخلي الحاضر مقبول بالنسبة له شكل مقبول. فالنقطة دي مهمة جدا في موضوع المبالغات اللي بتشرح فكرة المبالغات. أعتقد حضرتك كنت تقصد دي أما طبعا عرفات، طبعا كلمة عرفات مستحيل مفيش حاجة اسمها واحد يعني، آدم وحواء مفيش غيرهم على كوكب الأرض نهائي، نزلوا كل واحد في حتة فرضا قابلوا بعض عرفوا بعض ليه وما يعرفوش يعني ما عارفين بعض أصلا في غيرهم. كلمة عرف يعني أنا عرفتك على فكرة، يعني أنا نسيك بس أنا بشبه عليك، أو أنت شبه واحد تاني بس مش عارف أجيبك أنت مين، مش الكلام ده. لا، هو آدم وحواء واحد، وفي أنثى تانية غيرها عشان يعرفوا بعض، ولا هو في ذكر تاني غيره. فهو كلمة عرف في اللغة سواء كان على فكرة حتى في المقصود في التوراة في العبري أو في العربي معناها اعتلى. كلمة عرف شيء زي العرف الديك أو العرف الاجتماعي أو الأعراف اللي هو فوق، هو معناها اعتلى. فاعتلى آدم حواء فغشاها حتى طبعا ايه، فحملت حملا خفيفا. هي دي القصة، انه هو لما شافها عرفها معناها جمعها، ويقال انه هو جمعها على جبل عرفة عشان دي أسطورة تأسيسية برضو عشان يعمل جبل عرفة قدسية اللي قال كده، فقال لك انه هو عرفها هناك وسمي عرفة لذلك. وبالمناسبة فوق جبل عرفة فيه مسلة واحد النصب بتاعت يعني المصرية القديمة يعني، اللي المسلة البيضة الموجودة هناك، ودي لها رمزة ممكن برضو نعمل لها محاضرة لوحدها تاني. فهنا تبعنا المسلة؟ لا مش معمولة على، والله ما الحقيقة ما نعرفش، لأن زي ما قلت لك إن مصر كان لها يد في المكان ده واضح جدا من عهد رمسيس، من تحتمس كمان، تحتمس الثالث، لأن رمسيس دوت الثالث ده جاء بعدين. ف يعني ممكن يكون لي، لا يكون من الآثار يعني ما فيش منها. لا لحظة بس عشان في الترتيب هحاسبه للتصوير. طيب أستاذ ماجد بيقول هل المصريين أو غيرهم من الشعوب محو أثار الأنبياء؟ هل ده احتمال قائم؟ والله يا سيد الفاضل أنا ممكن أقول لك فعلا أنه احتمال قائم، بس بشرط واحد، إن لو اكتشفنا أن المصري ما ذكرش أي عيب في أي ملك. الحقيقة أن المصري كان بيذكر العيوب، بيذكر كل حاجة، لدرجة أنه حتى مؤامرة الحريم يتكلم عنها في عهد رمسيس الثالث. ومش بس كده، في إيبوير اللي هو البردية الشهيرة اللي هو بيشتكي فيها من اللي حصلت ثورة في مصر في عصر الاضمحلال، دمرت مصر لدرجة ان الولد بيضرب ابوه والفقير بيسرق الغني، والهديني حلقة شقلب زي دلوقتي، بقت حياة كلها مهرجانات، بقت حياة كلها مهرجانات اللي احنا المهرجان احنا عايشينه ده. والفوضى دي كان هو بالظبط وصل لمرحلة انه كتب يوم يكون الولدان شيبا، لدرجة ان العيال الصغيرة شابت في المشهد بتاع اللي احنا معتادين عليه بتاع يوم القيامه. طبعا ما عملتش القيامه ولا حاجه، بس هو عشان يشبه يكبر الموضوع في كل العيوب موجوده. مش كده وبس، احنا لسه كنا بنقرا رمسيس الثاني حصل له ايه من السحر الكوشي بيحاول يأذيه وهو ملوش يد في حيله خالص، بس اللي بيدافع عنه سي اوزير الساحر، سي اوزير هو قايل عيوب جوه الملك، ما عندوش اي مشاكل خالص. المصري ما سابش لا يغادر صغير، ما غادرش صغيره ولا كبيره الا سجلها. إذن فلم يكتب أي أحد. وطبعا في القصص الثانية ما شفناش الكلام ده في العراق ولا شفناه في الهند، والعرب أصلا كمان حتى ما عندهمش تدوين، العرب شفويين يعني، هم لم يدونوا إلا شيء مقدس عندهم زي ما احنا شفنا في القرآن. ولكن العرب بطبيعة الحال نسبة الأمية مرتفعة جدا لأنهم شعب يعني بدوي يعني صعب جدا، فما بيدونش، هيدون منين؟ فأي رواية شفهية لا تؤخذ بعين الاعتبار. عشان كده ان كلام المؤرخين اللي زي الذهبي والسمرقندي والاسمه ايه ده الشهير ده المقريزي، الناس اللي بتحبه ده، كل كلام ثلاث ارباع كلامه ما حصلش، مبالغات 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 ملهاش اي اصل. اللي ياخد من المؤرخين دول بدون ما يراجع ويدور على الاثر اللي بيقول الكلام ده
خد كلامه بعدم عين الاعتبار وترميه ورا ظهرك فورا. خدها مني نصيحة، المؤرخين دول هجاصين. المؤرخ اللي ما بيدعمش كلامه بآثار أو بأسباب أنثروبولوجية لا يعتد بها. السؤال اللي بعده، أستاذ عمر متولي، لماذا يظهر الأنبياء في الشام بالذات أو في يعني في المنطقة بتاعتنا في الشرق الأوسط؟ والله حقيقة الأمر عاوز أقول لك على حضرتك حاجة، إن الأنبياء ما ظهروش غير في الشام وفي جزيرة العرب، لم يظهروا في أي حتة، ولا راحوا مصر ولا أي حاجة، مفيش غير السبي البابلي. بعض الأنبياء اللي كانوا موجودين في السبي البابلي راحوا في العراق فقط، وهم اللي بيقولوا على الكلام ده. لكن مفيش أنبياء بالمعنى اللي احنا بنقول عليهم الذين يدعون إلى الله إيل، إيل اللي احنا عارفينه الذي منه نسل الأنبياء من أول إبراهيم إلى حد ده، ده مش موجود في أي حتة في العالم غير بس في المنطقة دي. ليه في المنطقة دي؟ لأن النابو اللي بعد كده تسمى نافو، والنابو اللي جاي من كلمة نب، كلمة نب بالمصري معناها سيد أو زعيم، فكان السيادة السياسية هي نفسها السيادة الدينية. يعني طبيعة الحال عند البدو عندهم الدين، دين ودولة الاثنين مع بعض. وحتى على فكرة برضو كان في كل الدول العالم، بس كان مش ما كانش بشكل منظم، فكان القائد النبي هو نفسه قائد دولة. وده هنلاقيه طبعا بعد كده في الأنبياء المشاهير الكبار زي النبي داود وزي النبي محمد نفسه. وكان ممكن كمان المسيح لو كان استنى كان هيبقى نبي دولة، لأنه هو كان عينوه قال لهم بس مملكتي بقى في السماء وما لحقش بعدش غير 3 سنين. فممكن يكون الموضوع ده، لكن عشان خاطر المنطقة دي بس هي الوحيدة اللي كان فيها أنبياء. ليه؟ والله إن في ناس بتفسر الكلام ده تخفيفا عشان خاطر إن بقية الشعوب مهذبة وعندها حضارة فلا تحتاج إلى نبي. يعني في مصر القديمة مثلا تلاقي إن التعليم بتاعة ماعت مش ممكن على الجمال وعلى الدقة وعلى الأخلاق والتضحيات، معاملة تدخل الجنة وش. حتى لو أنت تعاملت بقى من أي دين، لو من الإسلام ومن اليهود هتخش الجنة وش. حلو، فده بقى هيحتاج لنبي ليه؟ في ناس بتقول كده. فاحنا بننزل الناس اللي محتاجة تقويم، فالبدو محتاجين، لأن إيه الأعراب أشد كفرا ونفاقا، فمحتاجين تقويم، فده السبب. لكن في حقيقة الأمر طبعا السبب الثاني أو اللي ورا ده يعني يمكن مختلف شوية عن الحكاية دي خالص، يعني عشان نكون عارفين إن الحقيقة الأمر إن اللي قال بس أنا نبي ومدعم من الإله إيل، لأن إيل وياهو كانوا بيعبدوا في تلك المنطقة فقط، فبناء عليه ده كلام العلم بقى، إيل لم يعبد إلا في الهلال الخصيب، وياهو ما يعبدش غير في الحتة دي في فلسطين. طب لما يكون يطلع ناس منهم يعبروا عنهم ويدعوا إليهم هيكونوا منين؟ من الهند؟ مستحيل طبعا. هيكونوا منين؟ هيكونوا أكيد من نفس المكان. ده حاجة. الحاجة التانية عشان خاطر نخرج من المأزق ده، إن أي حد تاني بيؤمن بإله خالق بيسموه إيه؟ نبي القوم، أو بيسموهم أهل الفترة عشان يريحوا نفسهم. زي ما في كتير من المشايخ أو يعني رجال الدين بيعتبروا سقراط نبي، سقراط هو نبي اليونانيين، وبيعتبروا بوذا هو نبي، رغم أن التعاليم مختلفة تماما عن الإبراهيميات، إذا يعتبر كفر وارتقى بالنسبة لهم، لكن في مضمون الدعوة واحد. بس فعشان نكون بس واضحين مع بعض، ليه الأنبياء دوت؟ أنت لو هتعتبر بوذا نبي فهو بوذا ظهر في الهند، هتعتبر اليونان لازم لها نبي أهو سقراط ظهر في الهند. لكن لو أنت عاوز النسق النبوي بتاع الإبراهيميات لازم يكون النسل من إبراهيم، ما فيش حد ما طلعوش بره هنا، لأن مع إبراهيم ملوش نسل غير هنا، محدش من نسل إبراهيم سافر بره. بس يعني هو ده الإجابة. يعني أستاذ ماجد بيسأل، هل محو أثار الأنبياء احتمال قائم؟ لا، هو طبعا احتمال قائم، لكنه على الأقل كان هيبقى فيه غلطة تقع منهم، محدش هيبقى متقن 100%، مستحيل حد يبقى متقن 100% في التزوير، لازم هتقع منه غلطة وهنكتشفها، ولو ما اكتشفناش منه هنكتشفها بالآثار اللي هيسيبها القوم دول، بني إسرائيل فرضا، بس ما سابوش آثار فهيمحوا ليه. وشفنا إن المصري نفسه بيكتب مشاكله وعيوبه، فيعني ليه هينكر يعني؟ لا، ما فيش أي فايدة، عادي خالص. طب الساحر كوشي اتكتب ليه؟ الساحر كوشي اتكتب هو ضد الملك رمسيس، ليه ما كتب؟ يعني معنى كده في واحد بيأذيني اهو واتكتب، بيأذي الملك مصر واتكتب، يبقى هو المصري لا يتوانى عن ان هو ما يكتبش. كنا عاوزين نتكلم عن لوحة المجاعة بتاعة 7 سنين اعجاف، بس ما كانش في وقت، دي هتبقى ممتعة جدا يعني، تقدروا ترجعوا لها في محاضرة تانية، هحط اللينك بتاعها في الوصف ان شاء الله وفي الفيديو. اخر حاجة استاذ احمد بيسأل، هل يمكن منع دراسة الآثار داخل المتحف في تركيا او في اي متحف؟
هو الحقيقة طبعا هو ممكن لو كان طبعا حسب سياسة الدولة، هو المفروض ان ده يعني اللي عرفه ان هو غير مسموح به. وطبعا انا مش ملم برضو بكل القوانين، يعني انا مش يعني انا شغال في البحث دوت الاسئله، لكنه الناحيه الاداريه برضو مش قادر الم بيها ايه الجديد فيها وكده. هل اليونسكو بيسمح بده او ممكن يتم رفع طلب اليونسكو للدراسه؟ ما اعرفش الكلام ده صحيح ولا لا، لكن السلطه قويه. انا بقول لك السعوديه قدام عينينا كانت بتردم من الاثار، قدام عينينا الاثار لسه وبتردمها، فمن حق الدوله طبعا ليها سلطه ان هي تعمل اللي عاوزاه، اعتقد ذلك يعني. بس فاحنا كده اعتقد خدنا كل الاسئله، وشكرا ليكم، ولقائنا تاني في محاضرة تانية في موضوع جديد إن شاء الله.